مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في يوم جديد. والاهلي في كل مكان، الاهلي في كل مكان زي ما احنا معودينكم. هيبقى معانا فقرات عن اخبار النادي الاهلي والاخبار المحليه عموما في مصر والاخبار العالميه كمان، وهيبقى معايا في الفقره الثانيه ضيوف الكرام اللي هنبدا بالكابتن احمد سراج مدرب ناشئين 2001 او فرق ناشئين في 2001، وايضا الفقره الثالثه هيكون معايا الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام الرياضي. ابدا معاكم بسرعه جدا باخبار الاهلي. الاهلي راحه من الميران غدا، يعني الجهاز الفني للفريق الاول بنادي الاهلي منح اللاعبين راحه من التدريبات غدا بعد تدريب النهارده الصباحي. والتدريب النهارده على ما عرفت يعني ان هو كان شاق جدا وكان يتخلله احمال بدنيه من ليندمان مدرب الاحمال. انتوا عارفين كمان الفريق ان شاء الله هيسافر لبتسوانا في السادسه مساء اثنين المقبل، مباراة مهمة جدا زي ما بنتكلم فيها كل يوم مع حضراتكم. حضراتكم عارفين قد ايه المباراة دي مهمة، مباراة مش عايز اقول حياة او موت، لكن هي مباراة ان انت ترجع بسرعة لمكانك الطبيعي ووضعك الطبيعي في الترتيب في المجموعة، وكمان بتطمن بيها جماهيرك والجماهير بتطمن كمان على اداء الجهاز الفني واللاعبين والكل بصراحة. عشان كده باتريس كالتيرون عفوا ادى راحة من المران بكرة. زي ما قلت لكم النهارده الفريق ادى ميرانو في التاسعه صباحا على ملعب مختار التتش، وشهد المران مشاركه كل من مؤمن زكريا وصلاح محسن. ايضا اختتم الاهلي النهارده تدريبه مع مدرب الاحمال مايكل ليندمان اللي نهاه بتدريب او سباقات السرعه. مش عايزين نقول سباقات، هيبقى ليها مدلول تاني عند ليندمان، لكن هو بيعملها بشكل تنافسي عشان يطلع اقصى سرعه من اللعيبه، ودي حاجه مطلوبه جدا بيعملها بشكل فيه تنافس وشكل فيه فوني شويه، يعني عشان اللعيب ما يحسش ان هو بيعمل سبرنتات كتير او سرعات كتير، فبتعمل دايما بطريقه تنافسيه وطريقه تكون محببه للاعب. مايكل ليندمان مخطط الاحمال بالفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي خصص فقره في نهايه المران لسباقات السرعه بمشاركه 18 لعيب. ادى الاهلي مرانه زي ما قلت لحضراتكم الساعه 9 الصبح استعدادا لمواجهه تاونشيب يوم 28 يوليو الجالي في رابع جولات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ده كان أول خبر معايا، دايما بطمنكم على الفريق. كمان مصطفى كمال النهارده عمل 60 دقيقة للحراس، مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالفريق الأول بالنادي الأهلي قاد مران قوي للحراس بشكل منفرد على هامش المران الجماعي صباح اليوم السبت. ثلاثي الحراس شريف إكرامي الشناوي على اللطفي بجانب اثنين من حراس الشباب بقطاع الناشئين أدوا حصة تدريبية وبدنية شاقة لمدة ساعة. مصطفى كمال بيسعى لتجهيز الحراس مع انطلاقة الموسم الجديد، فضلا عن الاستعانة باثنين من حراس المرمى الشباب في قطاع الناشئين لاكتساب مزيد من الخبرات. ساعات كده بيجوا الحراس لا قدر الله تلاقي حد موقوف حد عنده إصابة لا قدر الله، فبتضطر تستعين من قطاع الناشئين. عشان كده مصطفى كمال أول اللي احنا متعودين عليه في النادي الأهلي أو في أي نادي احترافي او نادي عايز بطولات دايما بيجهز حراس شباب استعدادا لاي حاجه تحصل لا قدر الله. مصطفى كمال زي ما قلت لحضراتكم بيسعى لتجهيز الحراس واكتساب الحراس الشباب مزيد من الخبرات. تعالوا نشوف محمد يوسف النهارده عمل كذا ايقاف في المران. بنعمل ايقافات كثيره في المران، خصوصا المدرب العام بياخد تعليماته طبعا من المدير الفني اللي هو باتريس كالتيرون، ان هو بقى عايز التمرينه بشكلها او شكل معين او شكل فني معين. الكوره مثلا ناحيه الشمال يبقى فيها شكل معين، مين اللاعب اللي هيروح ناحيه الشمال، مين كذا لعيبه يروح ناحيه الشمال، 2 3 4 ايا كان اللعيبه تروح ناحيه الشمال، في مثلا ديفندر واحد بيقف في منتصف الملعب. طيب تعالوا نشوف محمد سعيد يقول لنا اخبار وتفاصيل اكتر، ونرجع نتكلم في الحالات الفنيه والايقافات اللي وقفها محمد يوسف النهارده في المران. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا محمد، يا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام. طيب طمني بقى على التمرينه ونتكلم فيها زي ما احنا متعودين معاك في ادق التفاصيل. عايز اقول لك تمرينه النهارده يمكن تمرينه قويه، يمكن لاول مره اتابع تدريبه الاهلي تحت قياده باتريس كالتيرون بهذا الشكل الفني. بدات اللمسات الفنيه، بدات الجمل التكتيكيه، بدات بصمه المدير الفني تظهر في التدريب من خلال اعطاء تعليمات فنيه، تحركات داخل الملعب، جمل تكتيكيه، تمريرات عرضيه. يعني انا عايز اوصف لك الشكل اللي شفته، لان النهارده بصراحه التمرين
اولا استمر لمده ساعتين يا كابتن ميدو وتخللوا العديد من الفقرات. يمكن انا طبعا تابعتك وانت بتتكلم على الجزء الاخير اللي هو كان تدريب السرعات والقياسات السرعات اللي كان عاملها مايكل ليندمان في الجزء الاخير، لكن الفقرات كلها في معظمها كانت النهارده جزء فني اكتر وتكتيك. تمام. وده ان دل على شيء بيدل ان خلاص تمرين النهارده هي البدايه اللي الجهاز الفني هيشتغل على كيفيه اداء الفريق في مباراه العوده امام تاونشيب. اوكي. وفي ظل النهارده بعض اللاعيبه الاساسيه اللي كانت متواجده في مباراه الذهاب امام تاونشيب زي احمد فتحي وعلي معلول ما كانوش موجودين في التقسيمه الجماعيه والشغل الفني وسعد السمير ايضا، لكن بشكل عام الفكره اللي عايز يطبقها كارتيرون هي بتتوقف على الاداء الجماعي وليس على اداء وجود لاعب معين. تمام. وده ظهر في تنفيذ بعض الجمل الفنيه والتحركات اللي من خلال تمريرات عرضيه او تمريرات طوليه، لان جملتين اشتغل عليهم. الجمله الاولى بتتلخص في تمرير الكره باربع باصات فقط بحيث ان الكره العرضيه الاخيره تكون هي اللمسه الاخيره للمهاجم امام حارس المرمى. تمام. وكره اخرى بتعتمد فيها على الكرات الطوليه من يعني بتلعب فيها من وراء خط الدفاع الفريق المنافس بشكل معين. ويمكن معظم اللقطات اللي باتريس كارتيرون وقف فيها التمرين كانت فقط مع المهاجمين سواء مروان محسن او ازارو لتخليص الكرات بشكل جيد، عدم التسرع، عدم الرعونه، التركيز بشكل جيد في تسديد الكره في اللمسه الاخيره امام المرمى. لان الجزء النهارده اللي كان بيؤرق كارتيرون تحديدا في المران واللي وقف التدريب بسببه اكثر من مره عدم انهاء الهجمه بشكل جيد واحراز الهدف. وده اللي كان بيركز عليه ووقف التمرين كتير، يعني اكثر من حوالي 7-8 مرات وقف فيها التدريب عشان يلقي التعليمات الفنيه في اللمسات النهائيه في التدريبه. واضح ان الجهاز الفني من خلال تدريب النهارده محضر نفسه للمباراه بشكل جيد، لانه من امبارح وبكره معدل الجري ومعدل اللياقه البدنيه والتدريبات والوحدات التدريبيه مقلل فيها المعدل بشكل كبير، وكان مركز النهارده اكتر. مقلل المعدل البدني تقصد؟ قلل المعدل البدني في تدريب الامس وبكره الفريق اجازه. تمام. عشان كده النهارده المراكم قوي جدا. تمام. يوم الاثنين كمان التدريب طيب هيبقى خليني اخد بس واحده واحده محمد عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه. هم طبعا فاهمين بس عشان نوضح اكتر، يعني اللي كان بيوقف التمرين هل هو كارتيرون ولا محمد يوسف ولا الاثنين مع بعض؟ لا، كان كارتيرون في الملعب بشكل كبير، كان بيلقي التعليمات الفنيه. تمام. وفي بعض الاحيان حسب بقى الاتفاق الجهاز المعاون مع المدير الفني بيتم تداخل في بعض النقاط الفنيه. تمام. عشان نوصل معلومه صحيحه بس للساده المشاهدين، اتفضل. بالظبط. لكن انا لاحظت النهارده ودي جزئيه يا كابتن ميدو يعني عايز اكد لك عليها، في ظل ان كارتيرون النهارده كان في حده شويه في ضروره تنفيذ التعليمات الفنيه، عمل لفته يعني مختلفه تماما. بعد التمرين راح سلم على كل لاعب، يعني ال 18 لاعب اللي كانوا بيأدوا الجزء الاخير من التدريب اللي هو فيه قياس السرعه والتنافس والجري بين اللعيبه، عمل لفته طيبه ان بعد نهايه التمرين راح سلم على كل لاعب. هو بيتعامل بجانب نفسي جيد جدا في التعامل مع اللعيبه، بالاضافه لده بيكون بيركز قوي في التقسيمه الفنيه وبيبقى صوته عالي عشان ينفذ التعليمات الفنيه اللي عايزها من لعيبته في التدريب. فبالتالي هو ده كلام معقول. شخصيته بتجمع بين الاثنين، يعني الفتره الاخيره ما كانش في التدريبات بيبان شخصيته بشكل قوي. مساله ان هو لازم اللعيب ينفذ التعليمات، ان هو صوته عالي، ان هو في نفس الوقت بيتعامل مع اللعيبه بشكل جيد، لا النهارده كان في مزيج بين كل ده اثناء المران وبعد نهايه المران. يعني هو انت يعني لخص كلامك ان هو داس على اللعيبه قوي في المران علشان ينفذوا تعليماته بحذافيرها زي ما احنا بنقول، وبعد كده بدا يسلم عليهم عشان يعرفهم الموضوع كان لكن الموضوع في الاخر. بعد تنفيذ الشغل الفني كان بصراحة مبهر، يعني الجهاز الفني بالكامل بصراحة كان مبهر جدا في داخل أرضية الملعب في تنفيذ بعض الجمل الفنية. وبعد نهاية المران حرصوا على أن هو يتوجه للاعب في التمرين يسلم عليهم، اتكلم مع علي معلول كمان شوية، اتكلم مع صلاح محسن. فواضح أن هو كمان بيتعامل بجانب نفسي والدور الجهاز المعاون ليه، كل واحد قايم بدور معين كمان داخل الفرقة. كان في توقفات للناحية الدفاعية سعيد ولا كان كله شغل هجومي بس؟ شغل في بناء الهجمة مع تنفيذ الجمله بشكل جيد في الناحيه الهجوميه. يعني انا مش عايز افصل الخطوط عن بعضها، بس هو بيطلع بشكل الهجمه بطريقه معينه من خط الدفاع، وانهاء الهجمه بيطلب ان هي تطلع بشكل جيد جدا من الفراوده في التشكيله. يعني شغل هجومي كله.
شغل هجومي، لان هو عارف المباراه القادمه والجهاز الفني بالكامل. يعني هو كابتن محمد يوسف برضه على درايه وعارف المحطه ديت وعارف اهميه المباراه ديت، ان الفوز في المباراه القادمه لا محاله عشان أكيد. تقدر تتواجد في المراكز المتقدمه اللي عندك كمان بعدها باسبوعين، مباراه صعبه جدا مع الترجي في تونس اكيد، وكان برضه مباراه كامبالا والترجي في اوغندا ما تعرفش نتيجتها ايه، في ظل ان مباراه ترادس كانت فيها مفاجاه كبيره ان الترجي عاد متاخرا بعد ما كان خسران بهدفين مقابل لا شيء امام كامبالا سيتي. فبالتالي هو الجهاز مش عايز يسيب اي ثغره وبيركز قوي في ده اللي بتكلم فيه، ان الكل يجهز للمباراه الجايه عشان يكمل بشكل جيد في البطوله الافريقيه. ما ده اللي بتكلم فيه، يعني عشان انت تبقى عندك ثقه في المكسب ومش مقلق ومش خايف، لازم تعمل حسابك دفاعيا كويس قوي، ولازم ما يبقاش في اي ثغره دفاعيه. عشان كده بكلمك ان هو عمل شغل دفاعي، احنا بنتكلم ان هو عمل شغل هجومي بس، وطبعا كلنا عارفين لازم يبقى في شغل هجومي، لكن لازم يبقى تامين دفاعي يعني ما يخرش الميه زي ما احنا بنقول. احنا شفنا كامبالا سيدي كان كسبان 2-0 منها فوات دفاعيه، لكن الترجي قدر يرجع تاني. فاحنا مش عايزين لا قدر الله يحصل فينا حاجه، يجي فينا جون لا قدر الله، ونبدا احنا ندور ان احنا نعوض الجول ازاي. لا ان شاء الله، يعني من اللي شفناه النهارده الشكل العام، بس هو متوقع بقى خلال التدريبات القادمه لما تكتمل الصوره بعوده علي معلول واحمد فتحي وسعد سمير في التدريبات، هيبان بقى الشكل الفني اكتر في التدريبات لما الفريق يوصل هناك. عشان كده حتى زي ما بقول لك كابتن ميدو، هو الجهاز الفني شايف ان حتى رحله السفر من فجر الثلاثاء انك تصل الساعه الثانيه ظهرا في بوتسوانا يوم الثلاثاء حوالي اكثر من 10 11 ساعه سفر، فبالتالي الجهاز فضل ان يكون التدريب يوم الاثنين في المساء، عشان اذا وصل يوم الثلاث متاخر والوقت هيبقى صعب ورحله الطيران هتبقى فيها مشقه، ممكن يدي اللعيبه فتره راحه. فهو عامل توازن في التدريبات بدايه من امس من السبت لغايه يوم الثلاث، وبعد كده هيحضر برنامجه التدريبي من يوم الاربعاء، اربعاء وخميس وجمعه يكون في تدريبات لمده ثلاث ايام في بوتسوانا قبل المباراه باذن الله اللي هتكون الساعه 6 في ملعب الوطني ملعب العاصمه في جبروني، وهو نفس التوقيت على فكره مع توقيت القاهره. يعني سعيد طمني على كل اللعيبه، هل في لعيبه كانت بتشتكي من حاجه كله دخل في المران، في لعيبه لسه بتتاهل؟ طمنا برضو على اللعيبه كحاله عامه. اخر اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه اللي كان عنده اصابه الفتره الاخيره وشفي منها، لكن الجهاز الفني فضل انه ما يشاركش في المران الجماعي القوي بتاع النهارده بالشكل ده، كان باسم علي. بس لكن اصبح ناقص للمشاركه في التدريبات، لكن هيخش تدريجي، لان التدريبات الجماعيه الفتره الحاليه فيها قوه وفيها شغل تكتيك كبير، فبالتالي محتاج يعني يتاقلم فيها ويدخل تدريجيا. وليد سليمان النهارده تعرض لكدمه، بس كدمه خفيفه يعني مش محتاجه، يعني الحمد لله قدر ان هو ينزل يكمل التمرين وظهر بشكل جيد. اكثر اثنين كانوا تعرضوا لاصابات في المباراه الاخيره كان حسام عاشور ووليد سليمان، النهارده ادوا التقسيمه الفنيه بالكامل وظهروا بشكل جيد في المران الفني وفي المران البدني كمان في الجزء الاخير مع مايكل ليندمان، الاثنين كانوا موجودين. وتم يعني الاول الجري كان ب 18 لاعب، ثم قلص العدد الى 11 لاعب في النهايه، لكن كل اللعيبه المقيده في القائمه الافريقيه لا في حاله بدنيه وفنيه متميزه جدا. يعني يوم الاثنين هيتحدد القائمه النهائيه اللي هتسافر، وان كان الاقرب السفر بالقائمه بالكامل، لان القائمه الافريقيه حتى هذه اللحظات 25 لاعب، اذا ما استبعدنا طبعا عبد الله السعيد وبكناني واحتماليه كمان احمد حمودي خلال الفتره القادمه هيتضح موقفه في الاستمرار مع النادي الاهلي. احمد حمودي اخر اخباره، اخر اخباره ايه؟ وبالامس ما كانش موجود في التمرين، فالموقف هيعلن خلال الفتره القادمه بالنسبه لاحمد حمودي، لان كمان عندنا احمد الشيخ كمان خلاص يعني خد كونفيرم ان الفتره القادمه هيتلقى عروض اعاره واحتمال يرفع النادي الاهلي اعاره على سبيل الاعاره. فبالتالي الاثنين اخر 48 ساعه ما كانوش في التدريبات ولا حتى في المباراه الوديه. عندك معلومات هيروح فين الشيخ؟ كنا سامعين ان هو يروح الاتحاد الليبي. عروض كثيره من الاسماعيلي ومن المقص، ده عروض رسميه جت للنادي الاهلي، لكن في الساعات الاخيره في كلام بيقال ان ايهاب جلال مع احمد في اتفاق انه ممكن يكون موجود في الاهلي. الاهلي تربص خلال الساعات القادمه. لسه انا كنت اعرف ان كابتن ايهاب جلال فعلا كان بيتكلم على الشيخ ان هو عايزه وعايزه بقوه كمان في اهلي طرابلس. بالفعل يا كابتن ميدو، لكن العروض الرسميه اللي وصلت للنادي الاهلي اللي سالت يعني طلعت بشكل رسمي كان الاسماعيلي ومصر المقاصه، لكن في نفس الوقت الاهلي برضه سايب الرغبه للاعب، هو شايف يعني المكان اللي انت ممكن ترتاح فيه او تادي فيه بشكل جيد عشان تبقى عنصر ان شاء الله فعال وتقدر ترجع للنادي الاهلي في الفتره القادمه، لان قبل عدد قائمه اللعيبه عامل صعوبه جدا في مساله الاختيار، والصعوبه اكثر في تحديد المراحل القادمه، انك عندك 25 لاعب ومرتبط بقائمه افريقيه، فعايز تعمل توازن للمساله دي قبل انتقالات يناير القادمه. انت قلت لي ان باتريس كالترونيا سعيد اتكلم مع علي معلول قبل المران عشان يطمن عليه. اتكلم معاه قبل المران، واتكلم معاه كمان في الجزء الاخير البدل اللي كان بيقدمه معلول في نهايه المران. هي مسائل بقى يعني تجهيز للمرحله القادمه، يعني بيحط، لكن هو كويس وتمام مفيش مشكله. نعم كويس وتمام مفيش مشكله.
لا، كل اللعيبه موجوده. يعني تمام. عايز اقول لك الجهاز الفني اكتر حاجه سعيد بيها كارتيرون وكابتن محمد يوسف بقى اعضاء الجهاز بعد المباراه السابقه، الحاله المعنويه والثقه اللي ادى بها اللعيبه المباراه الاولى. أكيد. يعني ده اكتر حاجه بتسعد الجهاز الفني في البدايه. اكيد اكيد طبعا، انت لما يكون عندك العدد مكتمل بتبقى طاير من الفرحه. في مدربين بيخافوا، لكن المدرب اللي هو الواعي، المدرب اللي هو عارف شغله كويس، هو بيبقى فرحان جدا لكل اللاعبين مكتملين عنده. اكيد اكيد الفتره الجايه باذن الله تبقى افضل ان شاء الله. تمام. لو في عندك معلومات عن حراس المرمى النهارده مصطفى كمال، سمعت ان هم اداهم حصه تدريبيه شاقه جدا برضه. هو النهارده التدريب كان شاق بصراحه كابتن ميدو في كل النواحي. تدريب بقول لك استمر لمده ساعتين بالكامل. لكن تدريب حراس المرمى كان الكابتن مصطفى كمال خد مجموعه حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، والاول باول التمرين في اول نص ساعه يمكن انفرد شويه بمصطفى شوبير ومحمد الغندور، محمد عصام الغندور، وكان لهم تدريبات فرديه مع الكابتن مصطفى كمال، لان هو فصل تدريب الثنائي الشباب في حراسه المركز حراسه المرمى عن ثلاثي الفريق الاول، لان هو اختص اكثر شريف والشناوي وعلي لطفي بتدريبات معينه، سواء في تنفيذ يعني استلام الكرات العرضيه، في الخروج، في يعني في تصدي لبعض الكرات على حدود منطقه الجزاء، شغل فني كده الجهاز من خلال يعني متابعه الهايلايتس والفرقه اللي بتتفرج، فرقه التنشيط اللي بيتفرج عليها، بيحاول يؤدي الجهاز الفني هذه الافكار مع لاعبيه، سواء في حراسه المرمى الكابتن مصطفى مع الحراس او حتى كارتيرون مع لاعبيه. اكيد يعني كل التوفيق ان شاء الله محمد. مباراه صعبه جدا، لسه كنت بتكلم عليها قبل ما تدخل معايا، مباراه صعبه جدا، مباراه ليست بالسهله زي ما في ناس قليله، مش هقول كتير، بيقول مباراه سهله على النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يروح يكسب ويرجع، لكن مباراه صعبه اكيد. فريق بيحتفظ بالكوره كويس قوي، فريق كمان عنده اختراقات مميزه قوي، عنده اطراف مميزه كمان، واكيد الموضوع في بتسوانا هيكون غير برج العرب خالص. انا عايز اقول لك الموضوع مختلف تمام في الاجواء. عايز اقول لك درجه الحراره هناك، الجو هناك بارد جدا، درجه الحراره بتصل في حوالي في المساء الى 11 و10. حلو الجو البرد احسن من الحر والرطوبه على فكره، احسن من الحر. فالجو هناك في الفتره الحاليه جو قروي مميز جدا. تمام تمام. طب انت طمنتنا كده، فان شاء الله الجو يكون افضل للاهلي باذن الله يا رب. محمد شكرا جدا ليك على كل هذه التوضيحات. محمد سعيد الزميل شكرا جدا ليك. يعني انا كل يوم بحاول اطمنكم اكتر، بندخل كذا حد عشان يطمنكم اكتر على الفريق واقول لكم كل الاخبار لحظه بلحظه واللي بيحصل في التمرين لحظه بلحظه. باتريس كالتيرون من المدربين اللي بيحب يروح بسرعه للجول، يعني ما بيحبش يقعد يستحوذ بقى ويقعد ينقل كتير، لا، هو زي ما محمد سعيد قال لكم اربع نقلات وعايز يوصل للجول. كروس من تحت زي ما شفنا كده، كوليبالي لما عمل الكروس المعلول اللي عمله بالعرض، بس طبعا هو اتسرع فيها، بيحاول ينهي بسرعه، هو ده اسلوبه. في مدرب يحب يستحوذ لغايه لما يتعب الفرقه اللي قدامه وبعد كده يبدا يروح للجون. مدربين كتير بيحبوا يعملوا الطريقه دي، لكن في برضه مدربين كتير بيحبوا ان هم زي الدوري الانجليزي كده، مع ان الدوري الانجليزي جوارديولا علمهم ان هم برضه يستحوذوا يعني. لكن طريقه كارتيرون اللي هو اروح للجون بسرعه، ولما اروح للجون بسرعه لازم ابقى مركز كويس قوي ان انا استغل اي فرصه تجي، لانها ممكن ما تجيليش تاني، ودي حاجه كويسه بصراحه وممكن تخدم لعيبه النادي الاهلي كتير في ظل عدم وجود، مش هقول عدم وجود، في ظل كل صناع الالعاب في النادي الاهلي، فان انا اتجه على الاطراف، اتجه للكرات الطويله، اتجه للنقل المباشر والسريع جدا، ممكن اوصل واجيب اهداف كمان. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. عشان كده بقول لكم ان هو النهارده وقف التمرين كتير جدا. محمد سعيد وضح ان هو بدرس كالتيرون اللي هو كان بيوقف التمرين، مش محمد يوسف بس، ساعات المدرب العام برضه هو بياخد ادوار ان هو يوقف التمرين، ان هو يبقى هو المدير الفني فعلا في الملعب، ويخلي المدير الفني يبص من بره ايه اللي بيحصل في التمرين. لكن كالتيرون النهارده وقف التمرين عشان يجبر اللعيبه على تنفيذ تعليماته وفكره كويس. انا بحترم المدربين اللي قعدت التمرين زي محمد سعيد قال سلم على اللعيبه، عشان هو حس ان هو كان شويه دايس على اللعيبه عشان ينفذوا فكره وتعليماته. وقال لنا كمان ان هو اطمن على معلول خلاص، وصلاح محسن بينتظم في تدريبات الاهلي، مهاجم الفريق. صلاح محسن مهاجم مميز جدا، ليه مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كالتيرون برضو يحسن استغلال صلاح محسن، لان ما شاء الله وليد ازارو ماشي بسرعه الصاروخ، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا كده يحميه كده ويفضل يهدف للنادي الاهلي ويفضل يبدع زي ما ابدع في مباراه تاون شيب السابقه. لكن صلاح محسن برضو مهاجم مميز جدا، اكيد كالتيرون هيحطه في دماغه، لكن الوقت قليل قوي ان انا ابدا احفظ صلاح محسن مهام اخرى غير مهام راس الحرب. اعتقد ان هو وقت قليل قوي، الايام قليله، لكن هيبقى ليه شان تاني ان شاء الله مع وليد ازارو. وتمام كمان جونيور اجاهي ومؤمن زكريا بصراحه لعيبه عاليه جدا.
وليد سليمان خد خبطه النهارده خفيفه كده في التمرين، لكن طبعا محمد سعيد طمنا على كل اللعيبه، خد خبطه خفيفه والدكتور خالد محمود اتدخل بسرعه ورجع تاني لوليد سليمان التمرين، لكن مفيش اي مشكله خالص. النادي الاهلي التمرين فيه كانك في معركه، يعني اللي عايز يشوف بقى ان شاء الله النادي الاهلي كده يبقى يفتح للتدريبات معركه، معركه بمعنى الكلمه، يعني اللي ما بيخافش على نجر رجليه بتلاقي واحد داخل كله عايز يلعب وكله عايز يقول انا موجود، لكن في الاخر منافسه شريفه وكله بيخاف على بعضه بقدر المستطاع. وباسم علي زي برضه ما قال محمد سعيد، بصراحه محمد سعيد لما بيدخل معانا بيوضح كل صغيره وكبيره، قال ان هو خلاص بيتشافى وبيعود للتدريبات الجماعيه، لكن اعتقد برضه انه يلحق المباراه اللي جايه يبقى موضوع صعب جدا. عندنا احمد فتحي ما شاء الله ومحمد هاني جاهزين لغايه لما يرجع باسم علي، اضافه كبيره جدا للفريق. وفتحي وسعد ومعلول بيؤدوا تدريبات في الجيم، سعد سمير واحمد فتحي وعلي معلول اكتفوا بتدريبات استشفائيه وتاهيليه في الجيم. ماشي، التدريب الاستشفائي ساعات اتكلمت معاكم فيه امبارح، ساعات بيكون افيد من التدريب العادي، لان اللعيب ساعات بيبقى خلاص يعني كل حد بيبقى ليه مرحله كده، ضغط ماتشات، عوامل تانية خارجية بتخليه ان هو عايز ياخد استشفاء اكتر من التدريب. الاستشفاء بيرجعه فورمة، بيرجعه جاهز جدا، بيرجعه بنسبة مش اقل من 90%، فاعتقد ان هي حاجة مناسبة جدا للعيب. وليندمان زي برضو ما قال سعيد بيقود مران بدني قوي للاعبي النادي الاهلي، 30 دقيقة النهاردة فقرة بدنية من ليندمان، ومعاه طبعا حسين عبد الدايم، حاجة جميلة جدا. الاتنين قمة في الإبداع وقمة في التطور وقمة في الاطلاع وقمة في التجدد، يعني حاجة بصراحة نموذج إن شاء الله يعود على النادي الأهلي ولاعيبته بكل خير. 30 دقيقة كان فيهم فترة بدنية شقة بمعنى الكلمة مع ليندمان وحسين عبد الدايم، كل ده استعداد لمواجهة تاون شيب البتسواني يوم 28 إن شاء الله. محمد سعيد طمنا، تطمن لما يكون الأجواء مش حر مش رطوبة، لأن اللعيب المصري ما بيعرفش يلعب في أجواء زي اثيوبيا، تروح مش عارف تتنفس، حر شديد، رطوبه عاليه جدا، بيبقى الموضوع صعب جدا. لكن محمد قال ان الجو هناك في مطر خفيف، الجو برد، الدنيا جو كوره، جو كوره، فحلو قوي الحمد لله. ايضا النجم مؤمن زكريا اللي لسه متكلمين عليه من شويه بينتظم في تدريبات الاهلي، كان حصل على اذن بالغياب من التدريبات الجماعيه من كابتن محمد يوسف لتعرضه لنزله برد شديده. وما مؤمن بقى وفوق كده، احنا عايزين مؤمن اللي بيجيب اجوان، مش عارفين بيجيب اجوان ازاي ومنين، يطلع من اي حته تلاقيه جايب الجون وجاري، احنا عايزين مؤمن يبقى كده، يعني يرجع بسرعه لمؤمن زكريا اللي احنا عارفينه. ان شاء الله مؤمن واجاييه. اتكلمت امبارح معاكم برضو مع ضيوف الكرام ان الاهلي ما كانش اللعيبه هي بتاعتنا اللي احنا عارفينها، الفورمه، اللعيبه الجاهزه زي مؤمن، زي جونيور اجاييه، زي علي معلول، اللعيبه دي لما ترجع فورمه هتفرق كتير جدا، هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. يعني اللعيبه كانت فايقه ولعيبه تحس ان هي لسه مش الجو العام لسه ما دخلوش فيه. هكمل معاكم الاخبار بعد ما نشوف التقرير. الأهلي بمن حضر، مقولة تاريخية توارثتها الأجيال الأهلاوية سواء على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية أو الجماهير التي تعشق المارد الأحمر. فدائما وأبدا ما تظهر قيمة روح الفانلة الحمراء التي تسيطر على كل من يها، تدفعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتخطي الأزمات والصعاب. هناك الكثير من المواقف التي تثبت صحة هذه المقولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر في بداية الستينيات عندما اضطر الأهلي للاستعانة بناشئه السايس وريعو وعلوي مطر لتعويض غيابات في فريقه الذي سيواجه غريمه التقليدي ومنافسه على بطولة الدوري نادي الزمالك، تمكن أبناء القلعة الحمراء من تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة ليكون هذا اللقاء بداية انطلاقة ثلاثي الشاب مع الفريق الأول. في السبعينيات ومع اعتزال جيل كامل من اللاعبين لظروف توقف الكرة، على رأسهم صالح سليم وطارق سليم وميم الشربيني ورفعة الفناجيلي والجوهري وطه اسماعيل،
كان لزاما أن يبدأ الأهلي في بناء فريق جديد. وقتها قرر المايسترو صالح سليم مدير الكرة بالأهلي بداية تجربة جديدة، وشاهدنا جيل التلامذة الذي ضم الأسطورة محمود الخطيب، المجري مصطفى عبدو، الموهوب زيزو، طاهر الشيخ، محسن صالح، الحريف مختار مختار، وبقيادة المجري هيليكوتي ليسيطروا على معظم البطولات المحلية في السبعينيات. في منتصف الثمانينيات قامت إدارة المارد الأحمر بإيقاف 16 لاعبا من الفريق الأول مع عودة دوليين محبطين من الخسارة أمام المغرب، وذلك في تصفيات كأس العالم. وخاض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر بفريق من الشباب في مواجهة أبناء القلعة البيضاء بكامل نجومه، ليحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وليكمل مشواره في البطولة حتى الفوز باللقب. أيضا في الألفية الجديدة وتحديدا في موسم 2013-2014، وبعد اعتزال مجموعة كبيرة من النجوم بحجم محمد أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة، ووقتها ظهر مجموعة من الشباب من ضمنهم محمود حسن تريزيجي، رمضان صبحي، كريم بامبو، سعد سمير. في نفس الموسم أدخل المارد الأحمر كأس الكونفدرالية الإفريقية في دولاب بطولاته للمرة الأولى في ظل أصعب ظروف من الممكن أن يواجهها فريق، ويكفي خوضه لنهائي البطولة بقائمة مكونة من 14 لاعبا فقط، مع إصابة حارس مرمى أحمد عادل عبد المنعم في آخر 20 دقيقة من المباراة، تحامل على نفسه وأصر على تكملة اللقاء. ها هو الأهلي يخوض غمار دوري أبطال إفريقيا رغم اعتزال الكابتن حسام غالي ورحيل بعض العناصر الأساسية للفريق، وبجهاز فني جديد وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر كرواتيا، إلا أن الإصرار على تحقيق الفوز في مواجهة فريق تاونشيب بطل بوتسوانا كانت أقوى، وبالفعل تغلب المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وحافظ على حظوظه في البطولة الإفريقية. كل هذه المواقف وغيرها الكثير تثبت أن روح الفانلة الحمراء قادرة على تحقيق المعجزات وتخطي الصعاب والمعوقات، وأكدت أيضا أن الأهلي بمن حضر. أهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير يعني عنوانه بالأهلي بمن حضر، وإحنا قلنا قبل كده فعلا الأهلي بمن حضر، وقلنا قبل كده أن أجيال بتسلم أجيال، وبتسلمها مش بالإيد، بتسلمها ببطولات وكؤوس ودروع، ويعني مش بطولة ولا بطولتين، بيسلموهم ببطولات كتير جدا ما شاء الله. فالأهلي فعلا بمن حضر، وكلمة. وإحنا دايما لما بنتكلم يا جماعة بنتكلم بحاجات وتواريخ قبل كده بتحصل وحصلت وإن شاء الله هتحصل في الكل، في الوقت اللي الكل بيقول عليه، اوقات بيقول الاهلي خلاص مش هياخد الدوري، الاهلي بياخد الدوري، الاهلي هيطلع من افريقيا، الاهلي بياخد افريقيا، الاهلي مش عارف هيروح فين، تلاقي الاهلي في قلب المكان وفي قلب الحدث. فدايما الاهلي الحمد لله بمن حضر في الكوره، في الاداره، في اي حاجه. تعالوا نروح خلاص، اطمنا على فريق كوره، اطمنا على تدريبات النهارده، واطمنا على باتريس كارترون ومحمد يوسف وجهازه ومصطفى كمال وقمصان وكل رجاله الجهاز الفني. وقلت لكم ان باتريس كالترون بيحب اسلوب اللعب المباشر، يعني هتشوفوا الاهلي الفتره اللي جايه نقلاته قليله جدا، لكن هيكون متواجد قدام الجول كتير جدا، واعتقد ان انتوا بتحبوا الشكل ده في النادي الاهلي. تعالوا نروح للالعاب الاخرى، تدريبات بدنيه لرجال يد الاهلي. الفريق الاول لكره اليد الرجال بنادي الاهلي وصل اداء تدريباته البدنيه القويه في اطار المرحله الاولى من فتره الاعداد للموسم الجديد. كله دلوقتي بيدخل في فتره اعداد، يد وطايره ويعني وباسكت، يعني كله فترات اعداد النادي الاهلي بتكون مميزه، بتكون مختلفه عن باقي فترات الاعداد، مع احترامنا طبعا الكامل لكل الانديه، لكن الاهلي دايما فترات اعداده اللي هي بتاهله ان هو ياخد مش بطوله واحده، بتاهله ان هو ياخد كل البطولات المشارك فيها، سواء محليه، عربيه، افريقيه، كل البطولات مطالب النادي الاهلي بكل فرقه وبكل العابه ان هو ياخدها. عشان كده فترات الاعداد بتلاقوها مختلفه تماما. عاصم حماد المدير الفني للفريق قرر الاستمرار في التدريبات البدنيه بصاله الجيم الى جانب تدريبات الجري في تراك ملعب مختار التتش، ويسعى المدير الفني للفريق الى الوصول باللاعبين الى افضل مستوى من الجاهزيه
البدنية زي ما قلت لحضراتكم قبل بداية مرحلة الجوانب الخططية وبعدها المباريات الودية استعدادا لمباريات الدوري. ده كان خبر عن فريق كرة اليد رجال مع مدربه الكابتن عاصم حماد. نروح بقى لمحمد عادل في الطائرة، نسعى للعلامة الكاملة في الموسم الجديد. زي ما بقول لحضراتكم كل مدير فني عارف ان هو مش مطالب بدوري بس ولا كاس بس ولا سوبر بس ولا افريقيا بس ولا طايره بس، مطالب بكل البطولات دي تبقى في دولاب النادي الاهلي. محمد عادل لاعب الفريق الاول لكره الطائره الرجال بالنادي الاهلي قال ان الفريق لديه هدف محدد وهو الفوز بالعلامه الكامله للبطولات في الموسم الجديد، وانه لا تنازل عن الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق. اشار كمان الى ان المهمه ليست سهله في ظل وجود منافسه قويه من أكثر من فريق خاصة في بطولة أفريقيا. الراجل بيتكلم كمان على بطولة أفريقيا. عارفين طبعا النجم محمد مصلحي المدير الفني لهذا الفريق حاجة جميلة جدا، وفريق له كل الاحترام والتقدير، كل البطولات ما شاء الله بيدخل فيها وياخدها. عشان كده المنافسة بيقول محمد عادل هي منافسة صعبة جدا خصوصا في بطولة أفريقيا. عادل شدد كمان على أن الاستقرار الذي يعيشه الفريق سيكون له دور كبير في الفوز بالألقاب وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة القادم. نروح بقى لأخبارنا المحلية، نفس الكلام اللي بنتكلم فيه كل يوم، البحث عن مدير فني للفريق الأول لمنتخب مصر. هل هيكون مدير فني أجنبي؟ هل مدير فني محلي؟ لسه مش عارفين. عشان كده أبو ريدة بيحسم ثلاث ملفات في اجتماع اتحاد الكرة اللي أجل بالفعل لحين عودة أبو ريدة إلى القاهرة قادما من فرنسا بعد انهاء بعض الفحوصات الطبيه. ومن المقرر ان يعقد مجلس اداره الاتحاد اجتماع في الاسبوع الجاري من اجل مناقشه بعض الملفات الخاصه بالجبلايه واسدال الستار عليها تماما. ثلاث ملفات هيفتحهم ابو ريده للنقاش مع اتحاد الكره، هو ملف مدرب المنتخب وملف الدوري وملف الانتخابات التكميليه. ملف المنتخب اللي هو مدرب المنتخب يعتبر الاجتماع المقبل للمجلس بمثابة أهم الاجتماعات. من حيث إيه بقى؟ من حيث البحث عن المدير الفني أو تحديد اسم المدير الفني بالفعل للمنتخب المصري القادم. حازم إمام بيجهز تقرير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي باعتباره المسؤول عن هذا الملف وعرضه على أعضاء المجلس. أبو ريدة رفض خلاص، يعني إحنا نهينا هيكتور كوبر فخلاص مش عايزين بقى نتكلم فيه، ما لازم يرفض طبعا. أبو ريدة هيناقش إن شاء الله آخر استعداد الدوري الممتاز وكذلك الملاعب التي ستستضيف اللقاءات وغيرها من الأمور الأخرى. كمان لجنة المسابقات باتحاد الكرة حددت يوم 31 من شهر يوليو الجاري موعد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز. كل التوفيق للنادي الأهلي وكل الفرق المصرية. يبقى دوري يليق باسم باسمنا أو باسم مصر عموما. بنشوف الدوريات في كل العالم حاجة جميلة جدا، مفيش توقفات، ملاعب تحفة، جماهير مالية الاستادات، التزام بمعنى الكلمة. عشان كده بتخرج الصورة جميلة، نقل مباريات، يعني حاجة بصراحة حاجة كاملة، منظومة كاملة. نفسنا نشوف حتى ثلاث ارباعها هنا في مصر أو نصها، إن شاء الله نشوفها كلها في الوقت القريب العاجل بإذن الله. أبو ريدة زي ما قلت لحضراتكم محتارين كلنا، المدرب شكله ايه؟ مين؟ هياخد كام؟ ليه خبرات افريقيه؟ ليه خبرات مش عارف عربيه؟ الموضوع لسه مش عارفين هنروح فين. ربنا يا رب ان شاء الله كده يكمل موضوع مدرب المنتخب الوطني ده، لان موضوع اصلا كل الجماهير المصريه بتتساءل المدرب هيبقى ايه؟ وشكله ايه؟ الملف الثاني قلت لحضراتكم اللي هو الدوري. الملف الثالث الانتخابات التكميلية. مجلس الجبلاية يناقش في اجتماعه المقبل مسألة إجراء انتخابات تكميلية من عدمه في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها في شهر أكتوبر إن شاء الله المقبل. هناك حالة من الانقسام بشأن إجراء انتخابات تكميلية من عدمه خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل عدم وجود عضوين بالمجلس هما حازم إمام وسحر الهواري. حازم الهواري وسحر الهواري. طيب هنكمل أخبارنا بعد ما نشوف التقرير اللي هتشوفوه قدام حضراتكم.
مقولة الأهلي فوق الجميع، يعني الأهلي فوق أي حاجة. الأهلي له مبادئ ولو لوائح معينة بتمشي عبر الأجيال كلها، من كابتن صالح سليم لحد كل رؤساء نادي الأهلي انتهاء بالكابتن محمود الخطيب. فالأهلي طبعا ما بيقفش على لاعب، يعني طبعا شفنا المشكلة الكبيرة بتاعت عبدالله السعيد و و و و و و قبل كده هو تدي الآخر. ما الأهلي ما قبل كده برضو كان الكابتن الحضري وكذا كتير. فطبعا الاهلي ما بيقفش على لعيب، الاهلي ما بيقفش على مثلا رجل اعمال معين بيشجع فئه معينه او الاهلي له مبادئ، كل رؤساء النادي بتمشي على نفس المبادئ ده. ومن هنا احنا كاعضاء نادي الاهلي بنستمد قوتنا من القوه بتاعه اللوائح واتباع القوانين والقواعد، عشان كده احنا بنتشرف ان احنا بنبقى اعضاء في النادي الاهلي. والله يا فندم الاهلي من زمان وهو النادي معروف يعني بمبادئه وقيمه، وهو ده يعني مجلس اداره تلو الاخر بيورث الحته دي. والنادي الاهلي دايما نادي بطولات، فاي حد فيه بيبقى عليه دايما العبء والستريس ان انت تجيب بطوله، فده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي اخر. وان شاء الله اللي جاي احسن من النادي الاهلي يعني في على جميع الاصعده سواء كره قدم او الانشطه الاخرى. يعني طبعا الاهلي نادي عريق ونادي اكبر نادي سواء من الجماهيريه او من حجم الانجازات، وده لحد لا يختلف عليه ابدا. حتى انا بعتبر النادي الاهلي مش بقول قطبين، انا بعتبره ده حاجه لوحده. النادي جماهيريته في الوطن العربي انا شايفها تتعدى 70% من حجم الجماهير اللي في مصر والوطن العربي. فالاهلي نادي مش بس كتاريخ وكانجازات وكاداره، انا شايفه طبعا حاجه كويسه جدا. يعني انا بحب دايما اقول الاهلي فوق جميع ابنائه، عشان المقوله دي ما تفسرش غلط. في ناس بياخدوها علينا الاهلي فوق جميع اي حد، لا، الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق مصلحه اي فرد من ابنائه وفوق اي رمز من ابنائه طالما بيعمل لمصلحه النادي. هو طبعا الاهلي فوق جميع بكل اللي بيمر بيه من نجاحات، من ثبات في كل قراراته الموجوده. ما حدش بيقدر يعني يتعدى عليه في اي شيء، لان الاهلي معروف بنجاحاته بقراراته بثبات موقفه في امور كثيره. مقوله حقيقيه، طول عمرنا انا عضو في النادي الاهلي من 71 بنشوف المقوله دي على مدار كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، ان هم ما بيغلبوش مصلحتهم الشخصيه على مصلحه النادي. مصلحه النادي اهم من مصلحتهم الشخصيه مهما كان مين هم الاشخاص ونجوميتهم. لا، مبادئ النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي فوق اي حاجه مهما كان نجوميه لعيبه النادي. هي دي اللي انا طول عمري شايفها جوه النادي الاهلي كعضو من اعضاء النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي احدى اسباب تميزه هو الموضوع ده، احدى اسباب ان هو تجميعه لاكبر كم من البطولات في العالم، ما فيش نادي زيه كده. الموضوع ده، المقوله دي او الحاجه دي اللي بتتحقق، المعنى الجامد ده. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كويس ان احنا جبنا تقرير فيه الاهلي فوق الجميع، واحنا اتكلمنا قبل كده مرارا وتكرارا في موضوع الاهلي فوق الجميع، عشان مش عارف الناس بتفهمه غلط ولا الناس عايزه تفهمه غلط ولا ناس ما بتصدق ان احنا نقول الاهلي فوق الجميع عشان تفهم الكلمه غلط. احنا قبل كده قلنا 60 مليون مره، قلنا يا جماعه الاهلي فوق الجميع يعني مش فوق الاهلي، فوق ابنائه اللي شغالين جواه، اللي شغالين في المنظومه ايا كان بقى، اللي بيستظل بظل شعار نادي الاهلي. الاهلي هو فوق الجميع، مفيش حد اكبر من شعار الاهلي في المنظومه الاهلاويه مش في المنظومه العامه كلها. يعني يا رب يكون الكلام واضح، ويا رب يكون كمان تقرير في ميعاده بصراحه. وقلت لكم قبل كده اللي بيحب الاهلي ما بيطلعش يقول انا بحب الاهلي، يبقى كده هو بيحب الاهلي. يعني ممكن حد يفضل في النادي الاهلي 50 سنه لكن عادي هو شغله، لكن اللي بيحب النادي الاهلي فعلا، الاهلي مواقفه الاهلي او رجاله الاهلي او اللي بيحبوا النادي الاهلي فعلا هم اللي بياخدوا مواقف بتثبت ان هم بيحبوا النادي الاهلي، ودايما الاهلي بيفضلوه فوق مصلحتهم الشخصيه وليس مصلحه اشخاص معينه. كلام واضح او كلام منتهي، وعايزين نقفل بقى القصه بتاعت الاهلي فوق الجميع ومش عارف الاهلي لازم ايه ومش لازم ايه. اتكلمنا عن الانتخابات التكميليه خلاص، وده كان خبر اتحاد الكوره. نروح بقى
وكمان في خبر بيقول تأجيل اجتماع حسم خليفة كوبا، واحنا اتكلمنا فيه خلاص ان شاء الله يجيبوا مدرب يليق بالكرة المصرية ويليق بالجماهير المصرية اللي عايزة تشوف فريقها القومي احسن فريق في الدنيا كلها، ويشوفوا ان هو دايما بيقدم عروض مقنعة ومدرب مقنع. الاخبار العربية زي ما قلنا مع محمد سعيد ان ايهاب جلال خلاص بيقدم رسميا في اهلي طرابلس او الاهلي الطرابلسي الليبي، بيقدم ايهاب جلال رسميا، قدمت ادارة نادي اهلي طرابلس الليبي اليوم السبت بشكل رسمي المدرب الجديد للفريق ايهاب جلال، وذلك في احتفالية بمقر النادي بالعاصمة الليبية طرابلس. وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي انه يعرف فريق الاهلي جيدا وتدريبه للفريق عد شرف كبير لي ماشي، واضاف انه وطاقمه الفني سيعملون لاجل تقديم مستوى جيد مع الفريق يليق باسم الاهلي على مستوى النتائج والاداء. ايهاب جلال من المدربين المحترمين جدا جدا، وان لم يكن يوفق في مشواره مع الزمالك لكن يبقى ايهاب جلال عمل طفره كبيره جدا مع نادي مصر المقاصه، وكان يعملها مع نادي انبي لولا ان هو راح نادي الزمالك. ايهاب جلال بيعتبر فعلا من المدربين اصحاب الخبره الكبيره، درب كهرباء اسماعيليه وعمل كمدير فني او مدير للكره مع نادي الاسماعيلي ومدير للكره بالنادي المصري، اشرف على تدريب الحمامه وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصه واخيرا الزمالك، وكان قبل الزمالك نادي انبي. طيب اخد السيد الاستاذ ساسي بعون رئيس نادي اهلي طرابلس، اهلا بك يا فندم. اهلا بك، ازيك واخبارك ايه؟ وكل مستونا في قناه نادي الاهلي وانا معروف. كل سنه وحضرتك طيب. طيب معانا؟ معانا الاتصال يا جماعه؟ طيب هاتوه تاني. استاذ ساسي بعون رئيس نادي اهلي طرابلس، المكالمه ان شاء الله تبقى مهمه جدا، هنتعرف منه على كل الاخبار اللي حضراتكم عايزين تعرفوها لغايه لما يرجع رئيس نادي اهلي طرابلس. زي ما بقول لكم ايهاب جلال مدرب فعلا ليه قيمه، ليه فكر، ليه اسلوب، ليه شكل، ليه مضمون كروي وفكر كروي، وكان معاه نادي مصر المقاصه عمل طبعا مواسم ولا اروع من كده. وهو ايهاب جلال من المدربين اللي عندهم طموح ملوش حدود، عشان كده فكر يروح يسيب مصر المقاصه، يروح انبي يدور على مجد تاني، يروح نادي الزمالك يدور على مجد اكبر، لكن طبعا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب معايا الاستاذ ساسي بعون رئيس نادي اهلي طرابلس، اهلا بيك يا فندم مره تانية. مساء النور. كل سنه حضرتك طيب ومنور قناه الاهلي. اهلا وسهلا فيكم، اشكركم على هذه الفرصه في نادي اهلي طرابلس، احييكم في هذه الامسيه الطيبه. اهلا بحضرتك، يعني كنا بنتكلم على كابتن ايهاب جلال وان هو طبعا شرف بمسؤوليه قيادته الفنيه لاهلي طرابلس، واكيد طبعا حضراتكم استخدمتوا الكابتن ايهاب جلال وعارفين قيمه الكابتن ايهاب جلال الفنيه. طبعا الكابتن ايهاب غني عن التعريف، كابتن ايهاب مدرب كبير ومعروف باسم يليق باسم النادي الزعيم نادي اهلي طرابلس. طبعا احنا كنادي اهلي طرابلس تعاقدنا مع عدة مدربين مصريين وقد أبدعوا في التدريب. في مشكلة في الصوت يا جماعة. في مشكلة في الصوت. اتفضل يا فندم. طيب هو في مشكلة في ال اتفضل. هو للأسف كان الصوت راح يا فندم الدقيقة اللي فاتت. طيب يعني طيب يعني كلمه يظبط المكان اللي فيه يا جماعة بعد إذنكم علشان نكون متواصلين معاه. ايهاب جلال بيقول ان في 4 لعيبة من الاهلي المصري يرغبون في القدوم لاهلي طرابلس. تعالوا نشوف ايهاب جلال قال ايه. اكد ايهاب جلال المدير الفني لاهلي طرابلس انه فضل تلك التجربة على عدد من الاندية في مصر والسعودية. هنعرف برضو ليه. اعلن كمان اهلي طرابلس مساء الجمعة عن تعاقده مع ايهاب جلال. قلنا الكلام ده ايهاب جلال قال خلال المؤتمر الصحفي، فضلت تدريب الاهلي الليبي على المنتخب الاولمبي المصري لانني ارى ان الفترة الحالية هي الأفضل لي أن أعمل بشكل يومي وليس بشكل متقطع. ده كلام إيهاب جلال، أعتقد أنه بيتكلم كلام موضوعي. قال كمان الأهلي الليبي هو أفضل نادي تقدم لي بعرض في الوقت الحالي، والعروض التي وصلتني من أندية سعودية ومصرية لم تكن مرضية لطموحي.
أضاف من الجيد بالنسبة لي أن أعمل في الوقت الحالي مع فريق يشارك في بطولات خارجية على المستوى العربي والإفريقي، وأتمنى أن أكون سببا في جلب بطولات لم تدخل النادي من قبل. إن شاء الله يا كابتن إيهاب تكون موفق، إن شاء الله تكون صورة مشرفة للمدرب المصري. تحدث كمان عن إمكانية التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، قال هناك عدد كبير من اللاعبين يرغبون في اللعب في الدوري الليبي. وعن التعاقد مع لاعبين من الأهلي المصري، قال جلال: الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين يرغبون في الرحيل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، وأيضا بسبب رغبة النادي في تقليص القائمة. هناك أحمد الشيخ وميدو جابر وهشام محمد وعمر بركات، وهؤلاء يمكن أن ينضموا بسبب قيمة النادي أو ثقة المدرب. يعني هو بيقول أن في 4 لاعبين من النادي الأهلي: ميدو جابر، هشام محمد، عمرو بركات، وأحمد الشيخ. هل فعلا النادي الأهلي هيسيب اللعيبة تروح لكابتن إيهاب جلال في أهلي طرابلس؟ هنشوف خلال الأيام القليلة المقبلة. أعتقد أن هشام محمد لعيب مهم جدا في النادي الأهلي، كل اللعيبة بصراحة مهمة، لكن بقول اللي احنا محتاجينه هشام محمد لعيب مهم جدا ومطلوب. غير بقى أن لو باتريس كالترون ليه وجهة نظر تانية، وأكيد وجهة نظر تحترم. كمان ميدو جابر شارك بالفعل كابتن إيهاب، يعني ميدو جابر شارك بالفعل وكان سبب في ضربة جزاء، يعني نزل الراجل عمل دوشة وعمل قلبان في الماتش وجاب ضربة جزاء اللي أحرز منها علي معلول الهدف الثاني. فأعتقد أن ميدو جابر وهشام محمد هيبقوا بعيد شوية عن الانتقال من النادي الأهلي لأهلي طرابلس، لكن عمرو بركات وأحمد الشيخ أعتقد أن هم بيدوروا على فرص لعب، وأعتقد أن اللعب ليهم لو على سبيل الإعارة هيكون مفيد للجانبين. طيب احنا عندنا كده الاخبار العربيه خلاص قلناها بخبر اهلي طرابلس، نروح للاخبار العالميه مع حضراتكم. عرفنا امبارح ان استون فيلا اشترى اسهمه الملياردير نصيف ساويرس، او اشترى معظم الاسهم 53% اعتقد. عشان كده هو بيقول ان انا عايز هنري ابرز المرشحين لتدريب استون فيلا. تعالوا اقول لكم الخبر ونعلق عليه. تقارير صحفية كشفت اليوم السبت إلى أن النجم الفرنسي تيري هنري من أبرز المرشحين لتولي مهمة القيادة الفنية لنادي أستون فيلا الإنجليزي خلال الموسم المقبل. سان البريطانية، صحيفة سان البريطانية بتقول أن مالك النادي الجديد الملياردير المصري نصيف ساويرس يرغب في تعيين هنري مدرب لأستون فيلا الذي ينافس في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي. هنري زي ما حضراتكم عارفين عمل مساعد لمارتينيز على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي خلال مونديال روسيا الماضي، ونجح خلاله بالحصول على الميدالية البرونزية، وكانوا عاملين بصراحة نتائج وأداء ولا أروع، وكنا كلنا مرشحين هذا المنتخب البلجيكي للحصول أو للفوز بكأس العالم، لكن يعني كان عندهم سوء توفيق كبير. أشارت الصحيفة إلى الإدارة الجديدة للنادي بصدد إعلان قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الحالي ستيف بروس بعدما فشل في قيادة الفريق للتأهل للدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز اللي هو البريمير ليج. كمان بايرن ميونخ، عارفين البطولة اللي مقامة حاليا، بايرن ميونخ بيفوز على باريس سان جيرمان 3-1، قلب تأخره بهدف للفوز بثلاث أهداف في الشوط الأول والثاني. أقول لكم الخبر برضو بالتفصيل. قلب بايرن ميونخ الألماني تأخره أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف في الشوط الأول إلى انتصار بثلاثية في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما في إطار الكأس الدولية للأبطال المقامة في النمسا. شفنا مانشستر سيتي خسر أول مباراة بهدف نظيف، النهارده كمان بايرن ميونخ بيكسب باريس سان جيرمان بثلاث أهداف، بطولة قوية جدا، تحس إن هي فعلا بطولة رسمية. الشوط الأول انتهى بتقدم باريس سان جيرمان بهدف، والشوط الثاني استطاع الفريق البافاري إحراز ثالث أهداف. تعالوا بقى نشوف الفلوس، الفلوس قلبت الدنيا في كل مكان يا جماعة، فلوس هتجنن الناس. فلوس الصين، خبر بيقول فلوس الصين تهدد استمرار مودريتش نجم ريال مدريد مع ريال مدريد. تقارير صحفية كشفت أن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية سيتحول من خلاله إلى أعلى اللاعبين دخلا في العالم. وتألق مودريتش بشكل كبير خلال منافسات بطولة كأس العالم، حصل على كأس أحسن لاعب في البطولة والتي أقيمت في روسيا، وقاد منتخب بلاده نحو المباراة النهائية والتي خسرها أمام منتخب فرنسا المحظوظ بصراحة 4-2.
ووفقا لمواقع إخبارية فإن أحد الأندية الصينية تقدم بعرض خيالي لضم النجم مودريتش. مش أقول لكم الرقم يعني ولا إيه؟ 40 مليون يورو في السنة ده راتبه في الوقت الذي يحصل فيه الآن مودريتش على 8 مليون يورو. طيب نرجع تاني للأهلي الليبي علشان نشوف تفاصيل أكتر. ناخد الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الأهلي الليبي. كابتن حمد أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل الساده الموجودين معك في الاستوديو والساده المشاهدين. أهلا كابتن، أخبارك إيه؟ كله تمام يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن ميدو، وحشني جدا والله. وانت كمان وكابتن اهاب، وان شاء الله كده تشرفونا زي ما انتم بتشرفونا في كل مكان. بصراحه مستنيين منكم ان انتم تعملوا كمان طفره كمان في الدوري الليبي، وانتم قادرين ان انتم تعملوا كده يا كابتن حمد. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، يعني ان شاء الله تبقى خطوه جيده لينا، وان شاء الله تبقى خطوه جديده وتحدي جديد بالنسبه لنا، نقدر نعمل فيه حاجه نرضي بيها جمهور الاهلي الليبي، وعنده جمهور كبير جدا يا كابتن ميدو. اكيد والله نقدر نعمل حاجه نبسطهم ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه باذن الله. اكيد يعني لسه كنت بقرا خبر للكابتن اهاب جلال يا كابتن حمد ان هو رفض عروض كتير عشان يقبل العرض ده، فيا ريت توضح لي. والله يا كابتن ميدو في الحمد لله كانت عروض كبيره جدا، او مجموعه كبيره جدا كنا قاعدين ناقشنا فيها كتير انا والكابتن ايهاب، لغايه ما ربنا اكرمنا وقدرنا ناخد اهلي ليبي. عنده منافسات في البطوله العربيه، عنده منافسات في البطوله الافريقيه، وعنده بطوله دوري وبطوله كاس. هو نادي كبير، اسم كبير جدا، وعنده جماهير كبيره جدا، وده اللي خلانا نقبل التحدي مع نادي اهلي طرابلس. ان شاء الله يبقى موفقين فيها ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. يا رب يا كابتن حمد ان شاء الله. واحنا وانا عن نفسي بصراحه متفائل بالكابتن ايهاب والجهاز المعاون، وطبعا معاه طبعا كابتن حمد انت بقالكوا سنين، وكنت بقول قبل كده في الخبر ان الكابتن ايهاب جلال تولى مسؤوليه فرق كبيره وعمل معاه نتائج ولا اروع، وعمل طفره في اداء مصر مقاصها تحديدا ثم انبي قبل الانتقال نادي الزمالك، اللي انا بفضل ان هو يقفل الصفحه وينساها تماما، او تقفلوا الصفحه وتنسوها تماما. الكابتن ايهاب جلال وانت كمان معاك كابتن حمد عملت عروض ولا اروع، كمان اقنعتوا الناس باسلوب لعب جميل قوي، حاجه جميله بصراحه. ان شاء الله تعملوا كده مع الاهلي الليبي باذن الله. ربنا يخليك كابتن ميدو، بس هي حته نادي الزمالك احنا برضو عملنا شغل كويس جدا، وهي كانت تجربه مهمه لينا وتجربه بالنسبه لنا احنا الشخصيه استفدنا منها كتير جدا، عملنا عروض كبيره جدا، ما كانش معانا التوفيق، لكن في الاول وفي الاخر احنا عملنا اقصى حاجه عندنا كابتن ميدو. مدرب ممكن يعمل شغل كبير جدا لكن ما يبقاش معاه تحالف، ما يبقاش معاه حليف التوفيق في وقت من الاوقات، لكن في الاول وفي الاخر بتعمل شغلك اللي انت نفسك مقتنع بيه واللي الناس تبقى مقتنعه بيه. اكيد ان شاء الله باذن الله نقدر نغسل، لان بقول لك نادي اهلي طرابلس هنا نادي كبير جدا كابتن ميدو، وعنده قاعده جماهيريه كبيره جدا وجمهور متحمس جدا، ان شاء الله نقدر نعمل الحاجه اللي تسعدهم وتبسطهم وتبسطنا احنا شخصيا، واللي ما نقدرش نتنازل عنها في شغلنا ان احنا نعمل شكل اللعب اللي يرضينا احنا اولا، وبعد كده يرضي الناس الباقيه ان شاء الله. اكيد يا كابتن. يعني اسالك بسرعه جدا عن الصفقات المحتمله اللي انتم تضموها خصوصا من لاعبي النادي الاهلي. والله يا كابتن ميدو ما فيش اسماء محدده، احنا لسه لغايه دلوقتي ما يعني ما بنبص عندنا هنا الناس اللي موجوده ونشوفها يعني ان شاء الله في خلال ال 10 ايام اللي جايين دول، وبعد كده نقدر نحدد الاحتياجات بتاعتنا ونقدر نشوف هل الامكانيه ان احنا ناخد حد يبقى اللعيبه اللي احنا عايزينها يبقى حاجه تبقى حاجه كويسه لينا وحاجه كويسه يعني تبقى لمصر، ان يبقى لعيبه عندها بيعمل حاجه كويسه برضه. اكيد يا كابتن حمد احنا هنفضل طبعا نتابعكم ونتابع اخباركم، يعني انتوا حاجه مشرفه في الدوري المصري، ان شاء الله تشرفونا في ليبيا وان شاء الله تحصلوا على كل المسابقات باذن الله. كابتن حمد المدرب العام لنادي الاهلي الليبي، شكرا جدا على هذه المداخله، وطبعا سلامات من الكابتن ايهاب جلال، وطبعا قول له كل التوفيق ليه، بنتمنى له احنا هنا كاسره اهلاويه كل التوفيق ليه فيما هو قادم باذن الله. عشان كنا نقفل بس الخبر، لسه كابتن حمد بيقول ان هو لسه مفيش اي جديد في موضوع ان هو ياخد اعراض من النادي الاهلي عكس اللي قاله الكابتن ايهاب. ساعات بتبقى اخبار يعني احنا، لكن الكابتن حمد بنفسه المدرب العام طلع قال لسه مفيش حاجه اكيد. نرجع لخبر مودريتش تاني، قلت لكم ان في نادي صيني عرض عليه 40 مليون يورو راتب سنوي، في حين هو بياخد 9 مليون يورو في ريال مدريد. اعتقد ان لوكا مودريتش لعيب بلغ من السن اعتقد 34 35 سنه، فممكن يفكر في الفلوس اكتر ما يفكر في دوري الاضواء والشهره في العالم الاكثر في العالم، وهو الدوري الاسباني. ممكن يسيب ريال مدريد ويروح الصين، رقم خرافي 40 مليون يورو
في السنة. اقعدوا بقى احسبوها انتوا شوفوها كم مصر، انا عارف تحسبوا كويس الحاجات دي. يعني اعتقد ان هو هيقبل، واعتقد ان ريال مدريد مهما تعمل مش هتعرف تغطي له العرض او تعرف حتى تعمل توازن معاه. زائد ان انا قلت لكم كبر السن مع لوكا مودريتش هيخليه يفكر في المال اكتر ما فكر فيه اللي هو عامله قبل كده كتير بصراحه. هو مقنع، لعب كاس عالم، تاني كاس عالم، احسن لاعب في كاس العالم، لعب مع ريال مدريد كتير، خد معاهم شامبيونز ليج كتير، خد معاهم الدوري كتير، خد معاهم الكاس كتير. فاعتقد ان هو هيقفل الصفحه ويبص ان هو بقى يامن مستقبله ازاي. طيب تاني هيامن مستقبله اكتر واكتر. ماشي. النجم كريستيانو رونالدو والمنتقل حديثا للدوري الايطالي كان عنده مشكله في الضرايب. هقول لكم برده الرقم اللي دفعه كريستيانو رونالدو، مش عايزكم تتخضوا يعني. النجم كريستيانو رونالدو انهى ازمته مع القضاء الاسباني بعدما تم معاقبته بالحكم سنتين مع ايقاف التنفيذ بسبب تهمه التهرب الضريبي. صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت ان رونالدو المنتقل حديثا الى صفوف اليوفنتوس الايطالي قادما من ريال مدريد قام بدفع ما يقرب من 15,811,000 دولار. ده كان الفلوس اللي عليه يعني كده ضرايب في اسبانيا حيث ينهي مشكلته القضائية. كما قالت نفس قالت اذاعة كوبي الاسبانية ان رونالدو سيدفع مبلغ اخر يعني غير 15,811,000 دولار، يدفع حوالي 6,141,000 دولار كمصاريف الدعوة القضائية. دي مصاريف الدعوة القضائية، لو سمعها السادة المحامين المصريين تاني مش هيشتغلوا تاني. 6,141,000 دولار مصاريف الدعوة القضائية. ويبدو أن كريستيانو ينوي مغادرة أسبانيا بشكل نهائي من لاستيائه من نظام الضرائب المحلي، حيث قام بعرض منزله في العاصمة المدريدية للبيع. أكيد طبعا هيمشي من أسبانيا بعد الفلوس الكتير اللي دفعها دي. يعني هيدفع حوالي يا جماعة 22 حوالي 22 مليون دولار دول ضرائب. ما شاء الله كريستيانو برضو دخله في العام بيعدي، ولا بلاش خلينا كده في من غير ما نقول ارقام. ايضا العاصمه السنغاليه، نروح بقى لشكل تاني في الاخبار. العاصمه السنغاليه دكار تحتضن حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لعام 2018. الاتحاد الافريقي يوم السبت اعلن ان العاصمه السنغاليه دكار ستستضيف حفل توزيع جوائز القاره السمراء للعام 2018 في 8 يناير المقبل باذن الله. ونقل موقع الاتحاد القاري على الانترنت ان اجوستين سانجور رئيس الاتحاد السنغالي للعبه قال الرئيس ماكي سال رئيس السنغال والذي استقبل احمد رئيس الاتحاد الافريقي الخميس الماضي وافق على استضافه دكار لهذا الحدث الكبير. تابع كمان تحدث الطرفان بالفعل في هذا الشان في موسكو على هامش كاس العالم واتفق على ذلك. سانجور قال كمان انه سيقود لجنه فرعيه لتنظيم الحفل الذي سيتم خلاله توزيع جوائز الكره الافريقيه. أكد كمان الموجود حاليا في المغرب أن الرئيس سال سنجور الموجود حاليا في المغرب أن الرئيس سال قرر فعل كل شيء من أجل إنجاح هذا الحدث. عارفين طبعا محمد صلاح النجم المصري توج بجائزة أحسن لاعب أفريقي 2017. إن شاء الله محمد صلاح عمل كل حاجة العام الماضي، إن شاء الله يعمل مع ليفربول. الناس في ليفربول اللي هيبقى عليه ضغط كبير جدا، الناس في ليفربول مستنيين محمد صلاح كل حاجه، اكتر كمان من السنه اللي فاتت، وكمان الناس في مصر مستنيين محمد صلاح كل حاجه. تتوقع ان محمد صلاح هيعمل نفس الشغل السنه اللي فاتت ولا لا؟ برضه ممكن تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. نبيل معلول تقدم باستقالته من تدريب المنتخب التونسي بعد خروجه من المونديال، والاتحاد التونسي يستقر على خليفه للكابتن نبيل معلول. نبيل معلول، يعني اقول لكم بقى الاخبار علشان احنا فعلا الوقت بدا يجري. اقول لكم رؤوس الاخبار كمان. الاتحاد الايراني يحتفظ بخدمات كراوش حتى امم اسيا 2019. كان في ان هو هيمشي، لا هيقعد، لا هيمشي، لا هيقعد، يعني لسه. طيب نروح للاولمبياد الخاصه الدوليه. معايا الاستاذ ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبيات الخاصه الدوليه معايا على التليفون. استاذ ايمن عبد الوهاب اهلا بحضرتك. يا كابتن ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك في جدا ومنورنا طبعا في قناه الاهلي واهلا بيك. يعني انا معايا خبر
يعني عايز اقول لك الاول تعليق حضرتك على المشاركه المصريه باول كاس عام للاولمبياد الخاص وبعد كده ندخل في التفاصيل. طبعا يعني قمه التحضر اللي احنا فيها النهارده ان احنا بنشارك الاولمبياد الخاص بصفه عامه، ولكن يمكن المره دي التحضر زياده شويه لان احنا هو لو حضرتك ينفع تغير مكان حضرتك لان الصوت مش واصل بوضوح. ها؟ الصوت مش واصل يا فندم. مش واصل؟ ايوه يعني يا ريت حضرتك تقف في مكان او تغير المكان، السيجنال عند حضرتك صعبه شويه. سامعني حضرتك؟ دلوقتي واصله؟ كده تمام، اتفضل. كده تمام؟ اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي انا بقول لحضرتك يعني هي مشاركه قمه في الانسانيه سنه طول التحضر. كالعاده في الاولمبياد الخاص، ولكن يمكن المره دي هي بزياده شويه لان احنا بنتكلم على مشاركه انسات مصر في كره القدم، ودي يمكن اول مره تشارك انسات في كره القدم على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حدث عالمي. طبعا الفريق يعني يمكن ابتدينا نستعد له الكلام ده يمكن من سنوات قليله جدا، وصل النهارده وخد المركز الثالث بعد فوزه على دول يعني تتمتع بسمعه جيده في هذا المجال ما شاء الله زي المكسيك. فيعني احنا بنقول ان الانجاز بكل المقاييس، ويمكن انا بالصدفه معايا دلوقتي في العربيه سياده السفير محمد ابو تاهر بالقنصل العام المصري في شيكاغو. يا اهلا بيه. يعني ممكن برضو يعني اقول لكم ازاي دي كانت تم استقبالها من الجانب الامريكي. اكيد طبعا اكيد طبعا. سياده السفير اهلا بحضرتك يا فندم. لا حديك بيكو سياده السفير اهو برضو تعرف منه انطباعه. مرحبا مساء الخير. مساء الفل على حضرتك. اهلا وسهلا. ده احنا اتشرفنا بحضرتك ومنور قناه الاهلي. لا شرف ليا، شرف ليا يا فندم، الف الف شكر. الحقيقه يعني حاجه تفرح وحاجه بجد تخلي الواحد يشعر بالفخر، واهم ما في الموضوع هو ان المشاركه بتاعه الفريق بتمثل التواصل مع المجتمع الامريكي خارج الصندوق زي ما بيقولوا هنا، ما هوش تواصل تقليدي ولكن صوره مشرفه للبنت والمرأة المصرية بصورة بتبحث أي ادعاءات مخالفة لوضع المرأة أو جميل المصرية. جميل قوي جميل قوي سيادة السفير محمد أبو الدهب. يعني أنا عايز كنت أسأل حضرتك رد الفعل لكن حضرتك دخلت في الموضوع على طول، فريد حضرتك تستفيد في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا جدا. لا هو مهم جدا التواصل مع المجتمع الأمريكي على مختلف المستويات، بس مستوى تجاري او سياسي او اقتصادي ولكن ثقافي ورياضي، لان ده اللي بيفهموه. يعني لما بيقروا في الجرايد مع بعض الادعاءات الخاصه بوضع المراه والفتاه في مصر يشوفوا ازاي بيلعبوا كوره، ازاي بيغلبوا فرق كبيره، ازاي بيبذلوا مجهود وفكر زيهم وهم مصابين عندهم اعاقه فكريه. ده في حد ذاته بيبهر المواطن الامريكي العادي. اكيد. خاصه ان التغطيه الاعلاميا هنا كانت مكثفه نظرا لمرور الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء اولمبياد الخاص. لا حاجه تشرف وتفرح حقيقه، يعني بتدي دايما امل ان فعلا المستقبل افضل بكثير من اللي فات. اكيد يا فندم اكيد. أو اكيد كمان هيبقى في تكريم من حضرتك، انا مش عايز ادبس حضرتك لكن اكيد هيبقى في تكريم من حضرتك. لا طبعا طبعا طبعا. احنا مع الفريق من اول يوم والتكريم والاستضافه ده يعني بصوره متواصله. اكيد يا فندم اكيد يا فندم. حضرتك صوره مشرفه لمصر في مكان حضرتك، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك فيما قادم، وان شاء الله كل التوفيق للبعثه. ربنا يخليك ونورتنا يا فندم. نورتنا، تشرفنا بحضرتك. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا يا فندم. ايمن ليه اتفضل. شكرا يا كابتن ميزو. يعني بصراحه يعني مناسبه جميله جدا يا فندم. يعني سياده السفير مع حضرتك وكمان بنهنيك، وكمان انا قلت له بقى اكيد هيبقى في تكريم كمان، فهو الراجل فعلا مرحب بتكريم البعثه وبطلاتها، وكمان حضرتك قلت لي ان في خدوا الميداليه البرونزيه، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. هو كمان اتكلم عن ردود الافعال الامريكيه للبعثه المصريه. حقيقه
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حضرتك هتوصلوا امتى ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله نيجي بكره ان شاء الله باذن الله. يعني توصلوا تركب بكره نوصل للاثنين ان شاء الله. توصلوا بالسلامه واكيد كمان اكيد مش هيعدي علينا ان احنا نعمل لكم تكريم يليق بيكم ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك حبيبي. ويا ريت تشرفونا في قناه الاهلي، يعني احنا هنوجه الدعوه لحضراتكم، ويا ريت طبعا تشرفونا وتنورونا في قناه الاهلي. متشكر قوي متشكر. استاذ ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاصه، شكرا جدا لحضرتك. يعني كانت مناسبه حلوه ان احنا كمان خدنا الاستاذ ايمن وسياده السفير محمد ابو الدهب، سافرنا في شيكاغو. ان شاء الله طبعا حاجه جميله ان احنا ناخد مركز ثالث. انت بتنقل صوره انت ما تعرفش الناس بيتكلموا عليك ازاي، هم فاهمين ان هنا الموضوع صعب شويه، لكن طبعا كانت مناسبه جميله جدا، بتنقل الصوره بالاشخاص وبتبين قد ايه ان احنا في رياضه، وخصوصا رياضه للاولمبياد الخاصه كمان. طيب دي كانت اخبارنا مع حضراتكم، اتكلمنا فيها عن معظم الاخبار سواء اهلي او اخبار محليه او اخبار عالميه. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكابتن احمد سراج مدرب قطاع ناشئين 2001 ونرجع لحضراتكم. حضراتكم من جديد مستمرين معاكم لسه في الاهلي في كل مكان، ونورني وشرفني النجم الكابتن احمد سراج المدرب او المدير الفني لفريق 2001 في النادي الاهلي. نور الدنيا يا كابتن. نورك كابتن ميدو، وانا المتشكر على الاستضافه دي. باين عليك التعب والاجهاد في موضوع الاختبارات اللي فاتت. لا الحمد لله لون. يمكن يمكن عامل تاني، يمكن الاختبارات بدا صعبه قوي كده. يمكن من 7 الصبح دايما لغايه الساعه 4 العصر. كل يوم كده بقى لنا 20 يوم. انا عارف اختبارات نادي الاهلي. طبعا اتكلم في اعداد، يعني لو قلت لك عدد تقريبي كده. لا الافات، يعني انا مش عايز اقول لك الافات فعلا. يمكن طبعا حب نادي الاهلي، والنادي الاهلي اسمه كبير طبعا، اي حد بيحب ينتمي للنادي الاهلي. يمكن الالافات اللي انت بتشوفها ولا تشوف الاختبارات، لا عدد مهول يعني. اكيد ولسه يمكن احنا لسه كمان لسه في شويه في تصفيه وفي اختبارات محافظات كمان. انتوا لسه دلوقتي متهيألي في الاعضاء اعضاء يمكن يوم 26 التصفيه النهائيه للاعضاء يوم الخميس. اعضاء واجب علينا طبعا. اعضاء النادي. وبعد كده هنخش على التصفيه برضك للي احنا اخترناهم من المجموعه بتاعه الاختبارات. يعني تفتكر التوتال العام قطاع الناشئين اخترته كام لعيب؟ لا ولا لا يمكن، بس هو يمكن طبعا التوتال ممكن عدد التوتال بتاع الاختبارات كلها. لا اللي انتوا اخترتوه. لا ممكن دي حاجه او في حدود مثلا في كل فرقه مثلا 10 لعيبه او 15 لعيب بس. انتوا عندكم ما شاء الله اصلا يعني الركائز الاساسيه والاعمده الرئيسيه بتاعتكم عندكم شبه يعني في شبه فرقه متكامله. طبعا انت عارف كابتن الاختبارات دايما بنختار اللعيب اللي احنا شايفين ليه مواصفات ان هو يبقى احسن من اللي موجود. او على الاقل يبقى زي الموجود وما اشتغلش قبل كده فيشتغل معانا يخش بسرعه يعني. يعني فرقتك 2001، قول لي الاول اختبارات كانت شكلها ايه يا كابتن؟ يعني انت مثلا انت 2001 لا في 2001 بس ولا كانت في لجان؟ لا يمكن الاول بس انا بشكر لجنه الكوره على تجديد الثقه فينا كمدربين في القطاع، وبكده كابتن فتحي مبروك طبعا وكابتن رمزي، دول قيمه كبيره يا رب نستفاد بيه نستفاد طبعا منهم. يمكن الاختبارات قامت على كذا مرحله للمواليد كلها، يمكن على 3 مراحل. يمكن بنبدا من المواليد الصغيره، 4 مواليد بنبداها باختبارين يعني على يومين تصفيين، وبنصفيهم في اليوم الثالث. طبعا بنختار المجموعه اللي احنا اخترناهم، بيدخلوا مع الفرق الرسميه بتاعه النادي فتره معايشه طبعا، وبنختار الانسب للفرق. مجموعه الاختبارات يمكن كابتن فتحي عمل مجموعه لجان، يمكن مش انا مدرب 2001 يبقى مع فرقه بالزبط. 2001 يمكن عشان يبقى الاختيار من مجموعه من المدربين. كل 6-7 لجان
بنختار طبعا المواليد اللي بتعدي علينا كلها من اول 2009 لغايه ال 99. طب لو في تضارب في الاختيار يا كابتن تعملوا ايه؟ يعني مثلا لو في ثلاثه لو في ثلاثه مثلا قالوا ده كويس وفي ثلاثه تانيين قالوا ده ما عندناش احنا يعني اللي بنشوفه كدا. لا ما فيش حاجه بتحصل كده في التصفيه بقى النهائيه احنا بناخد اي حد شايفين ان هو ممكن يبقى كويس في التصفيه اللي هي في الاول التصفيه بقى ده في الاول في التصفيه بقى النهائيه بندخلهم على الفرقه والمدير الفني بالجهاز هو اللي بيختار. بيبدا يختار بقى امكانيات ده الدخول اللعيب يعني بقى الموضوع صعب على اللعيب صعب على اللعيب طبعا لازم نلعب في الاهلي ولا على فكره بتكلم في اكبر نادي في افريقيا في حاجات كتير قوي بتبقوا عاملين حساب لحاجه زي كده يا كابتن يعني بتبقوا عاملين حساب ان في لعيب عنده بس مقلق شويه دي حقيقه فعلا أوه. احنا ما انا بقول لحضرتك يا كابتن ان احنا بنختار ساعات من باصه حلوه من شايفين عنده سرعات شايفين عنده امكانيات اي حاجه اي حاجه كويسه في الاول يعني عارف زي ما بيقول بيتنشى على العين بالظبط بالظبط عشان كده لما حد بيكلمني انت عارف طبعا حبايبنا طبعا كتير عايزين نروح قلت لهم بصوا الاهلي انسوا يعني الاهلي انسوا ان انا اكلم مثلا احمد سراج اقول له احمد انا بعت لك حد او اكلم مش عارف مين اقول له انا بعت لك حد هيشوفك كويس لكن لو في اي حاجه انسوا واحنا بنتنشا اصلا على اي لعيب يعني اللعيب لو عمل ثرو باص لو عنده سبرنت شويه سريع شويه عنده قوي ممكن يقول لك نعمل مع القوه نعمل شويه حاجات كده نشوفه ممكن يبقى لعيب كويس ودي حقيقه فعلا دي حقيقه يعني احنا اختياراتنا المفروض اختياراتنا في الاول بتبقى على اساس ثلاث حاجات عناصر طبعا المتوفره في اللعيب النموذج للنادي الاهلي مهاره السرعه القوه المهاره الحاجات دي بتفرق معانا جامد قوي اكيد فبنختار احنا في الفتره الاولانيه بقول لحضرتك لو عمل ثرو باس عمل باس حلو عمل شوطه حلوه سبرنت حلو بالكوره دريبل بالكوره بنختاره في التصفيه النهائيه بنشوفه بقى بنعمل بقى بنديله حق كامل ندخله مع الفرقه فتره معايشه بنشوف بقى الاصلح للفرقه لو هو قريب من الفرقه من اللعيب الاساسي للفرقه بيخش لو هو بعيد شويه بنقول له ليك فرصه تانية في السنه الجايه اتمرن واسعى وتعالى تاني جميل بتعمل الاختبارات على مساحات صغيره ولا على مساحات كبيره؟ يعني على سمول جيمز المساحات الصغيره الملاعب الصغيره بس الحاجات الملاعب الصغيره دي هي اللي بتوريك لعيب الكوره يعني دي حاجات كتير طبعا بتبين بقول لك ممكن من سبرنت واحد نشوف عنده سرعات ممكن نختاره اصل في مدارس في الاختبارات يعني يقول لك لا انا عايز اشوفه على ملعب كبير وفي مدارس يقول لك لا انا عايز اشوفه على انا من انصار ان انا اشوفه على ملعب صغير بصراحه عشان بيبان لعيب كوره لعيب الكوره بيبان في الملعب الصغير بالظبط لا وكمان الملعب الكبير ممكن الكوره تجيله مره ومرتين صح لكن الملعب الصغير تجيله كتير هتشوفه في السبرنتات هتشوف في التحامات اكتر لكن الملعب في الاول بالظبط احنا في الاول كده ممكن في مع لما يخش مع الفرقه نشوفه على ملعب كبير برضك في ولاد يعني ممكن 17 سنه 18 سنه وما يكونش لاعب كوره خالص بالظبط لسه ما بداش انا قعدت 23 سنه لا انت نجم يا كابتن والله بجد 23 سنه انا لعبت بعد يعني بدات ادخل تمرينات بعد 23 سنه دي حاجات تتكتب في التاريخ كل الدنيا عارفاها انا لعبت اول مره اول دوري متهيألي كان عندي 24 سنه وشويه كان دوري درجه ثانيه كنت بلعب جنب الشغل كده ففي فعلا بس انا الدنيا كانت الحمد لله كانت متسهله دلوقتي في ناس مثلا يكلموني يقول لك يا كابتن ما انت لعبت وانت عندك 24 سنه ما دلوقتي انا عندي 18 سنه ممكن العب دي هتبقى حجه لناس كتير بس يا ريت الرياضه حلوه دي الشعب فاقول له روح وجرب وشوف ومش لازم تروح اهلي ما تروح ابدا بدرجه ثانيه وشوف نفسك هتبقى تشوف نفسك ازاي لو لقيت نفسك اعلى روح لنادي اعلى فالموضوع لما دي كمان دي حكايه يمكن انت كان اهلك كمان مساعدينك كمان بيشجعوك انت دي برضك انا بكلمك لعبت بعد بابا الله يرحمه يعني الله يرحمه كان عايزنا في لكن... تاني خالص يعني برضو قول لي بيهرب منك كام لعيب او نسبه الهروب اكيد ده هيهرب منك لعيب انت ما شاء الله العدد كبير جدا بتبقى انت بتبذل اقصى ما عندك ان انت تجمع كل اللعيبه لكن يعني النسب بيتهيألي اللجان اللي معموله للقطاع بقول يعني ما بنعديش حتى انا بقول لحضرتك لو واحد بيعمل سبرنت او بيباص صح يعني يمكن ما بنعديش اي حد احنا بقول لك بنتمنى نلاقي اي حد او موهبه ندخلها على طول يا جماعه والله الناس اللي سمعوا كلامهم الكابتن احمد سراج فعلا لا احنا كلنا كده يمكن احنا كقطاع كلنا كمدربين
أربعة في الملعب واثنين ده في كل لجنة واثنين في الملعب وبنقدر نبص يعني مش انت عارف لعيب الكرة بيبان من لمسة بيبان من تحرك بالظبط ساعات ستايله دي حقيقة فعلا والله ستايله لعيب كرة يعني الوقت بتاع الاختبار انا معلش هرجع الكرة شوية الوقت بتاع الاختبار حوالي قد ايه بياخد 5 دقايق او 7 دقايق مهارة وربع ساعة بيلعب طبعا جيم كده يعني ربع ساعة وبرضك بنشوف بنقدر نشوف المهارة عن طريق التحكم في الكورة عن طريق الدريبل بالكورة بيبقى كم ضد كام يا كابتن؟ 5 ضد 5 جميل في مساحة كام في كام مثلا؟ يعني بحاول ادخل السادة المشاهدين في كل حاجة بنعملها في الاختبار لا هو مساحة الملعب صغيرة ممكن اكبر كمان شوية يعني مساحة اكبر شوية يعني لا تدي للولد حرية التحرك وكمان تدي له كمان ان هو يبقى كرة تجيله كتير 5 ضد 5 وكمان مفيش نفس فهيضطروا يباصوا واحنا أكثر. بنختار بقول لحضرتك ممكن يبقى من لمسه او لمستين لو شايفين ان هو كويس بناخد جميل ايه المراكز اللي انت محتاجها عندك في الفريق في الفرقه يمكن انا الفرقه الجديده انا كنت السنه اللي فاتت ماسك ال 18 سنه ال 2000 السنه دي الحمد لله مسكت فرقه من المفروض من اميز الفرق في القطاع طبعا 2001 يكون في عونك يعني كمان السن كمان السن دوت 17 سنه يعني بالزبط. انا متعود عليه بقى لي فتره فيه فرقه على اعلى مستوى يمكن انا خدتها من مدير فني قبل كده وانت عارف شغلنا في نادي الاهلي بنكمل بعض يعني يمكن احنا ما بقولش مثلا لا بنهد لا وابني تاني لا انا ببدا دايما باخد من الشغل وطبعا كابتن شرف كان سايب فرقه محترمه يعني في القطاع فانا بحاول على قد ما اقدر يمكن اتكلمت مع الولاد في كده ان انا بحاول على قد ما اقدر احنا وصلنا ليفل معين فبنعلي ليفل مش بنزل تاني لو نزلنا يبقى يعتبر ده فشل لينا كمجموعه وكجهاز فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نشرف نادي الاهلي نقدر نطلع اكبر عدد وده الهدف بتاعنا طبعا انت فاهم الفريق الاول اللي بيسعد الناس دي كلها في النادي اكيد هو شرف موجود ولا لا شرف مش راح مكان تاني ربنا يوفقه كان مدرب كويس وعمل كويس طبعا زي ما انت بتقوله حاجه جميله جدا لما واحنا اخوات كلنا احنا يمكن بنساهم كلنا ان احنا بنخدم نادي الاهلي يمكن احنا اتربينا في النادي وبنحب النادي جدا وبنعشقه الفريق الاول دايما هو الهدف بتاعنا ان احنا نطلع اكبر قدر من اللعيبه المميزه لتخدم طبعا الفرقه اللي بتسعد الجماهير والملايين بتوع النادي اكيد يعني برضو مش عارف احتياجاتك لسه لا ولا نفسك فيه يمكن انا لا بس طبعا انا ما ينفعش اقول احتياجاتي انا البوزيشن في المراكز يعني انا في كام مركز كده وبحاول يعني عن طريق بكلم ناس وبشوف طبعا مجموعة الولاد اللي احنا اخترناهم في الاختبارات يمكن انا اخترت كم مركز كده هو ناقص لي مركزين كده طبعا مش عايز اتكلم لا ماشي بس مع انه المفروض السنه دي اصل 2001 المفروض ليها منتخب ليها بطولة افريقيا وتصفيات كاس العالم المفروض الفرقه ديت بطولة الجمهوريه يمكن التركيز عليها كويس قوي في الدوري المصري يعني. القائمه عندك كام يا كابتن 30 30 هيبقوا كفايه في ظل المشاركات اللي حضرتك بتقول عليها افريقيه ومش عارف ايه وعندك قائمه الانديه يعني قائمه الانديه كويس طبعا لا انا قصدي ممكن يبقى يجي لك بطوله شغاله وعايز منك لعيبه وانت عارف لعيبه الاهلي كتير ما هو انت عارف هو اصلا دايما اختيارات المنتخبات المصريه بتعتمد على بالظبط على فرقه نادي دايما يعني يمكن في اللائحه مكتوبه يمكن انا قريتها من السنه اللي فاتت ان اكتر من 4 لعيبه او 3 لعيبه بتوقف المباراه وبتتاجل للفرقه كويس اعتقد ان هي كده حاجه عادله كابتن ربيع يمكن كابتن ربيع كمان ابن نادي الاهلي وهو اللي ماسك المنتخب انا عارف هيقول لك كابتن ربيع ما بهزرش في الحاجات طبعا طبعا يمكن ده هو كان معايا قال لي ده انا محضر حاجات لسه كمان ل 2022 ايوه ما هو كمان يمكن انا قابلته فاتكلمت معاه يمكن هو عايز يعمل البطوله بدري كمان يعني قلت له لسه ما فيش فرق بدات يا كابتن قال لا هو دايما عنده طموح كابتن ربيع طبعا قيمه كبيره جهازك مين يا كابتن؟ يمكن الجهاز كاب زكريا حسين مدرب عام كابتن ممدوح عبيد مدرب مساعد كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى كابتن محمد راشد اداري كابتن دكتور محمد امام دكتور عظام كابتن محمد ناجح مدلك في كابتن اسلام عبد الفتاح اخصائي احمال وتأهيل قول لي طموحك السنه دي يعني عارف انا عارفك طبعا ما شاء الله عليك الحمد لله بس هل مع تقدم الوقت
طموحك بيختلف؟ يمكن كل واحد بيحط الهدف وبيحدد الهدف اللي هو هيمشي عليه. يمكن انا كنت بتمنى دايما انا طول عمري ان انا اتميز في قطاع الناشئين والشباب في الفرق. يمكن لغايه دلوقتي الحمد لله ربنا يحفظنا يعني لغايه دلوقتي البطولات كلها الحمد لله انا من ساعه ما دخلت القطاع ما خسرتش بطوله الحمد لله. يمكن طبعا الهدف بتاعي دايما مع الفرق اللي بمسكها دايما ان هي اطلع اكبر قدر من اللعيبه المميزه للفريق الاول. وطبعا البطوله طبعا وانا بقولها على طول البطوله في النادي الاهلي جزء في تكوين شخصيه البطل اللي احنا بنطلعه ده. جميل. فمن غير بطوله بتبقى صعبه جدا. جميل. يمكن انا بتكلم مع الاولاد دايما بحفزهم من اول دقيقه لاخر دقيقه. يمكن احنا خلاص انت بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في نادي صغير 17 سنه ما شاء الله بتلعب في نادي كبير يعني النادي دايما واحنا صغيرين مهما لو لعبنا ريال مدريد او لعبنا الفرقه العالميه عايزين نكسب وبنكسبها يعني بنحاول ده على قد ما نقدر. فده انا بزرعه فيهم الروح والاصرار اللي بت دايما في لعيبه النادي الاهلي. وانت حضرتك طبعا كنت نجم كبير وعارف الكلام ده النادي الاهلي فوق في الفريق الاول ما فيش حلول ما فيش يمكن التعادل هزيمه دي انا مش عارفها التعادل هزيمه ما فيش الجماهير طبعا الناس كلها عارفه ان الاهلي ما بيهزرش واحنا اتربينا على كده والجماهير عارفه كده جماهير التعادل بالنسبه لها خلاص بالظبط حتى البراعم الموضوع بيختلف من اعمار لاعمار انت عصرت اعمار كتير لا يمكن طبعا انا مسكت في الاول ما بدات في القطاع يمكن مسكت كان من حوالي 8 سنين مسكت اصغر فرقه يمكن كانت 9 سنين وبعد كده مسكت ال 14 سنه هي دلوقتي 97 اللي فيها رمضان ونيدفيد وناصر وبعد كده مسكت فرقه ال 2000 وقعدت معاها 4 سنين الحمد لله بطولات جمهوريه من بطوله القطاع ده اللي بكلمك فيه بقى المراحل اللي حضرتك مسكت فيها بقى طموحاتك اتغيرت في الفتره دي انا كنت عايز اعمل حاجه دلوقتي عايز اعمل حاجه دلوقتي عايز اوصل لحاجه ما احمد سراج بيفكر ان هو يبقى في الفريق الاول عايز بص بقول لحضرتك مع الوقت كل واحد ان انا امسك فرقه درجه اولى بقى ابدا اطلع شخصيه كل واحد عارف يعني أنا القدر بتاعه انا عايز اتميز في جزئيه معينه يمكن ده جميل في العالم كله في العالم كله يمكن جالنا فتره مدرب خد احسن مدرب في العالم للشباب سكوب اسمه سكوب باين او حاجه كده كان ما مسكش فرقه كبيره خالص يمكن قعد ناشئين وشباب كان مسك تشيك وبعدين مسك منتخب مصر جيل عفروتو في كاس العالم يمكن خد احسن مدرب في العالم انا بتمنى ان انا اتميز في حاجه معينه في الجزئيه دي ده جميل يعني ولو في جديد طبعا او فشلت في حاجه فببدا اغير المجال بالزبط. يعني الواحد ما بيفضلش على طول انا مثلا ماشي كويس فابدا اطور من نفسي ابدا اطور من نفسي في المجال ده انت مسكت فرقه في منتخبات مصر يا كابتن لا انا اتعرض عليا يعني مرتين يعني مره مدرب مساعد ومره مدير فني كان قبل بطوله افريقيا يعني ورفضت طبعا كان الموضوع بالنسبه لا اسباب لا اسباب اسباب بقى خلاص يمكن الحمد لله يعني على كل شيء يعني لو عرض عليك دلوقتي منتخب مصر طبعا منتخب مصر طبعا شرف لاي حد طبعا كانت اسباب تانية خالص ماشي مش هقول لك الاسباب تعالى عايز تكلم حاجه في قطاع الناشئين تاني ولا لا انا اخر حاجه بس يمكن مجموعة السماسرة وأنا عايز أتكلم في موضوع الأكاديميات اللي بتيجي اختبارات عندنا والكلام ده مشاكل بنت لذينة طبعا يعني بيصدروا مشاكل يمكن كتير جدا يمكن ما فيش أحسن من قناة الأهلي إن أنا ناس تعرف وتشوف يمكن في ناس على الميديا والسوشيال ميديا ده بتعمل أكاونت على الفيسبوك وتنصف فعلا بالفعل دي حاجات بقى ما هو يمكن احنا بناخد الطرق الشرعيه وبنخش يعني عاملين محاضر وعاملين ضدهم وان شاء الله يتجابوا يعني يمكن انا بحذر بس اولياء الامور وما تمشوش ورا الكلام ده اي حاجه تعرفوها عن طريق الموقع الرسمي للنادي الاهلي او نادي اهلي مدينه نصر في القطاع يمكن كلنا يعني هو طب انتوا ليه ما بتعملوش صفحه رسميه ما هو في صفحه رسميه على الفيسبوك في صفحه رسميه مش لقطاع ناشئين موقع الاهلي داخل فيه قطاع ناشئين داخل فيه اخبار النادي كلها
هو ده اللي موجود. يعني قصدي يعني يبقى ليكوا صفحه رسميه ممكن تنسقها بقى يعني. دي ممكن ممكن ما بس ما اعرفش يعني هي موجوده ولا لا. بس يعني انا عايز ابعد يعني ولي كل حاجة. يمكن يعني ولي الامر او اللعيب ما يمشيش ورا الناس دي. يمكن احنا كنا ناس اتمسكت كتير في النادي عاملين سماسره واكاديميه. طبعا مش هحكي لك موقف قد كده في المواضيع دي. كلام مهم جدا يا جماعه اللي بالكم بيقولوا الكابتن. يمكن عايز اقول لحضرتك موقف من المواقف. مثلا تيجي مثلا تلاقي واحد بيسلم عليك ويبوسك وانا عمري ما شفته ولا اعرفه. بيبان الناس ان هو صاحبك حبيبي يا كابتن وقعد ويخش عليك بدخله غريبه جدا ويبوس واحضانه خلاص وامشي ويمشي. الاقي داخل لي ثلاث لعيبه قالوا لي الكابتن ده الكابتن خد مننا كده وعشان ننزل التمرين. تنزل وطبعا الكابتن اختفى. الكابتن اختفى ما ده بس كابتن وقال ان هو حبيبي واتفى. بخلي بالك يعني دي من ضمن الحاجات دي حاجات كتير قوي يعني ده في مجال النصب على قطاع الناشئين والنصابين عالميين. لا طبعا فدي حاجات انا بس بنبه بس اولى الامور يبقى عندهم حذر. خلينا ناخد بالي بعد بس كده في احد يدخل يسلم ويبوس. بس دي حقيقه دي من ضمن المواقف الطريفه ده محترف. ده حاجه من ضمن حاجات كتير قوي. وانت طبعا احمد سراج يعني طبيعي ان حد يجي يسلم عليك ويبوسك. لا اضربه يعني المفروض بس هي دي الفكره امشي. لا هي دي الفكره. ممكن يكون مثلا حد ولي امر قبل كده كان عندك بيسلم عليك ويبوسك انت مش فاكره او انت ويبقى جاي جايب لبس جايب فرقه اكاديميه بعدد معين ولا ازاي ده عمل كذا بصوا مش هتقدر تتحكم. يكون واخد منهم مبالغ معينه دي حاجات كتير. وده في جديد كمان ان ابعت يعني انا بحذر برضك اولا لا قول كمان قول عشان بحذر يعني ابعت على شركه من الشركات فوري وما اعرفش ايه ده شغل يعني شغل محترفين يعني. والناس يا عيني ما بتصدق ما انت عارف نادي الاهلي طبعا نادي الاهلي قيمه كبيره فخلاص بقى ما بيصدق فعلا ده. خلي بالك النادي الاهلي تخيل بقى الانديه الثانيه تخيل بيعمل كده مع النادي الاهلي طبعا يعني تخيل بقى عامل ايه مع ده عاملين ده اكيد عامل دي برضك يعني نفسنا في اتحاد الكوره يبقى يمكن جت فكره في اتحاد الكوره تقنين الاكاديميات دي ويعملوا لها حاجات معينه ومباحث زي مباحث المصنفات زي يا ريت يعني يا ريت اتحاد الكوره يفكر في الحاجات دي لان كتروا قوي كتروا في مجال الكوره السمسره النصابين حاجات كتير قوي يعني. والله حتى يعني انا كنت بقول لك دلوقتي فكره البيدج يعني في ناس ما بتخش على الفيسبوك يعني في ناس اولياء امور يعني ملوش في الفيسبوك ولا حاجه ممكن بالتليفون شفنا كتير قوي كده يجي في الاختبارات لابس شيك وبدله وداخل وانا فلان الفلاني صاحب فلان الفلاني وخش لو عايز حاجه ده انا اسفره بره ده انا هعمل حاجات كتير قوي من اللي بنشوفها يعني. والله انا اقول لك يعني اقول لك انا موقف حصل مع الكابتن معايا انا والكابتن فتحي مبروك. انا طلبت من كابتن فتحي اول واحد بس بقطع كلام لا. يمكن عاملين بقى اساميه صفحات برضه كلنا يعني لا انا اقول لك انا كلمته عشان ابعت له حد فانتوا في استمارات في حاجات بتتباع على باب النادي فقال لي اتاكد ان هو هيقطع ايوه بس كده قلت له والله يا كابتن لازم طبعا يا كابتن. قال لي اتاكد عشان في مشاكل كتير. قلت له لا يا كابتن يعني بص لدرجه يعني لا ما شاء الله مفيش مجاملات مفيش الكلام ده خالص خالص ولا لعيب وكل واحد ولا ابني حتى والله كل واحد بياخد حقه. ما عارف يمكن على طول كلام كان فتحي معانا انا ابني كان جه اختبارات الاهلي ومش يمكن على طول كان بيقول لنا كده. والنهارده في اجتماع في ورشه العمل النهارده قال لنا الكلام ده قال لنا انا ابني مشي وما اتكلمتش مع المدرب ولا قلت اي حاجه. فعلا انا بعت حد قريبي والله كنت بعت حد قريبي من غير ما يقول اي حاجه خالص وقبل لغايه دلوقتي هو مش يعني محدش عارفه هو مين بقى قريبي قوي يعني قريبي قوي ولسه ابني بقى كمان ابني بيقول لي انت عايز تقضي عليه عشان بقى والله لا ان شاء الله بجيبه لك تشوف. لكن يا جماعه اطمنوا ان مفيش في النادي الاهلي تحديدا والله في الانديه معظم الانديه اللي هي الانديه الجميله مفيش فيها اي مجاملات خالص. اي مدرب زي ما انتم شايفين الكابتن احمد سراج ماسك فرقه محترمه جدا 2001 فرقه كبيره جدا في معظم الانديه 2001 دي بقى عليها فوكس في معظم الانديه بيقول بتنشأ على لعيب فاستحاله هو يجيب لعيب يضر بيه نفسه خالص طبعا. يعني لو كان حتى بيمين هو كمان حتى. هينزل ايه هينزل في الملعب هيكشفني وهيكشف الناس كلها بالظبط مش هيبقى صاحبك بس كده هنعدي صاحبك. تعالى نفصل شويه نروح لفاصل نشوف فيه تقرير ونرجع نتواصل مع النجم احمد سراج. الله يحفظك.
وسط ظروف استثنائية وإلغاء للمسابقات المحلية، بدل الأهلي مشوار البطولة المستحيلة إفريقيا 2013 ليتخطى تسكر الكيني ذهابا وإيابا في دور الاثنين والثلاثين، من بعده البنزرتي التونسي بالتعادل سلبا ذهابا والفوز بهدفين لهدف في الإياب. جاء دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2013 صعبا ومثيرا، حين بدأه الأهلي بتعادل إيجابي مع الزمالك بهدف لمثله، ثم تلقى خسارة صادمة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب الجونة بثلاثية، لكن روح الفانيلة الحمراء كانت حاضرة دائما. استعاد المارد الأحمر عافيته بالفوز على ليوبارد الكونغولي في عقر داره بهدف نظيف، ثم كرر الفوز عليه في مصر بهدفين لهدف، وجاء الدور على الزمالك الذي سحقه الأهلي برباعية تاريخية. اختتم الأهلي دور المجموعة بالتعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على أرضه. لم تكن مواجهة نصف النهائي سهلة على الإطلاق، فنجح الأهلي كعادته في تخطي القطن الكاميروني بركلات الترجيح القاتلة بنتيجة 7-6 بعد التعادل ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله. في المباراة النهائية حقق الأهلي المعجزة وثأر من أورلاندو بايرتس رغم الظلم التحكيمي بإلغاء هدف صحيح لأحمد عبد الظاهر ذهابا في جنوب إفريقيا عندما انتهت المباراة بهدف لمثله، وحقق الفوز التاريخي وسط جماهيره العظيمة بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر ليرفع أبناء محمد يوسف المدير الفني القدير الكأس وتظل الأميرة الإفريقية في الجزيرة. دي نسخة 2013 كانت مع النجم محمد يوسف المدرب العام بأعمال مدير أعمال مدير الكرة، وكان بطولة جميلة جدا ومميزة جدا محمد يوسف برضه. يمكن كان محمد يوسف من المدربين الممتازين يعني. محمد يوسف شخصية جميلة محبوب كمان ومدرب شاب وواعد، عشان كده كنا بنتكلم عن محمد يوسف برضه. بصراحة النادي الأهلي عارف لينا شكله كده والله إصرار طيب لينا شكل النادي الأهلي طيب. يعني محمد يوسف مدير فني ومسك في العراق ومسك في هنا في بتروجيت ومسك سموحة ومسك سموحة ولما اتعرض على الأهلي اهلا وسهلا هتشتغل مدرب اهلا وسهلا هتشتغل مدرب اهلا وسهلا عارف ولاد نادي الاهلي ما ينفعش تقول الاهلي لا صح ما تفهمش ليه يعني حتى انا نادي اسم نفسي كبير. مدير فني على فكره سامي امصان كمان يمكن وسامي. كان مدير فني بالظبط 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 وانت عارف كمان في ظل تواجدك مع مدير فني اجنبي بيبقى الموضوع مقفول شويه انت مش واخد الحريه والمساحه بتاعتك لكن ما ينفعش تقول للاهلي لا الاهلي قال لك تعالى تقول له حاضر وتعظيم سلام طبعا شرف لاي حد ما ينفعش برضه تخرج من النادي الاهلي غير لما النادي الاهلي يقول لك شرف لاي حد ده حب وعشق ولا ايه العلاقه شايفها ازاي لا النادي الاهلي قبل ما نكون لعبنا فيه او بننتمي ليه فاحنا بنحبه جدا بنعشقه فرقه واحنا صغيرين اتربينا فيها يمكن جماهير بتحب النادي الاهلي ليه بطولات مفرحاهم سعاده السعاده كلها في النادي الاهلي يعني جماهير النادي الاهلي دي غريبه قوي والله العظيم عارف تحير يعني بص الجماهير دلوقتي وانا بحب فيهم كده بصراحه يعني انا بحب فيهم كده دلوقتي بقى حق مكتسب ان انا اخد البطوله مفيش حاجه اسمها ما عندهمش ما قلنا ما عندهمش تعادل ولا مركز تاني ايوه بالظبط انا قلت لهم يعني دايما بكلمهم انا ان الاهلي او لعيبه الاهلي هي اللي ادتهم الحق ده فبالتالي هم خلاص الحق ده بقى حق مكتسب عندهم خلاص مش واحنا مجلس الاداره بيسعى لعوده الجماهير طبعا بكابتن محمود الخطيب يعني يا ريت بيستميت على عوده الجماهير كابتن محمود الخطيب والكابتن محمد مرجان وكل بصراحه يا ريت بصراحه يا ريت هو مش عايز اقول رقم واحد في لا ده رقم واحد طبعا يمكن جماهير النادي الاهلي ليها شكل كده معين ده فعلا دي حقيقة دي حقيقة هو رقم واحد وكل اللي بيطلع بيقول رقم واحد هو الجمهور ده كابتن الخطيب نفسه الراجل لما طلع في البيان بتاعه قال لك الناس بتتخلى عن النادي الاهلي او بعض الناس بيتخلوا عن النادي الاهلي الا الجمهور هو دايما سند النادي الاهلي هو دايما في ظهره وختم ظهره في اي حاجة ان هو حمى النادي الاهلي يعني كانت بطولة مميزة نرجع تاني يا جماعة قبل ما نطلع للتقرير ده كنت بحذر كل اولياء الامور
وكل الولاد اللي هم نفسهم يروحوا نادي الاهلي، يروحوا نادي الزمالك، نادي انبي، ايا كان النادي الكبير بتروجيت، ايا كان النادي الكبير، خلي بالكم خلي بالكم، موضوع السماسره ده مش اي حد تثقوا فيه، موضوع المواقع مش اي حد تثقوا فيه. النادي الاهلي بقى ليه موقع رسمي عنده، ما تلاقي نادي انبي ليه موقع رسمي عنده، هتلاقي مواعيد الاختبارات، هتلاقي كل حاجه، مفيش حاجه اسمها مجاملات، مفيش حد ياخد منك فلوس ويقول لك اوديك والنادي الاهلي هيجيبك، انسى القصه دي خالص، استحاله. يعني لو قال لك هات حتى 20 جنيه والنادي الاهلي يأيدك، او مليون جنيه والنادي الاهلي يأيدك، انسى، مفيش الكلام ده خالص، لان المدربين زي ما قال الكابتن احمد سراج بيتنشأوا على لعيب كويس، مفيش فرصه للمجاملات خالص في اي نادي محترم محترم. تعالى خلاص نتكلم في خلاص الناشئين، تمام كده؟ طبعا مبسوط؟ قبل ما اطلع نروح افريقيا بقى الجد بقى بتاعنا. طبعا وقطاع الناشئين طبعا دي، وانا بحترم فيك ان انت دايما بتعمل لعيبه البطوله طبعا حاجه مهمه عندك، واللعيب انت تعمله عشان يبقى نوايا للفريق الاول، يطلع حافظ هيعمل ايه، عنده طموح، عنده شخصيه، ما عندوش سقف الطموح بتاعه. احنا كمان يمكن مع كابتن فتحي وكابتن هاني بنعمل ورش عمل دلوقتي، احنا دايما بنتكلم بنسعى نطبق الطريقه حتى للفريق الاول. نفسي. يمكن دي والله لا انت فتحت الموضوع، يمكن السنه دي ان شاء الله نطبقها يمكن. بس لازم باتريس كالدروني يعقد جلسات عمل كتير معاك، اقول لكم في دماغه ايه وعايز يعمل ايه وفكره ايه هو ممكن ينقلها عن طريق، طبعا انت عارف احنا النادي منظمين جدا في في في, في جهات، يعني ممكن ينقلها لكابتن هاني كابتن فتحي وبعدين ينقلوها لنا. اكيد اكيد اكيد. تفتكر الموضوع ده ممكن يعني يتعمل عندنا امتى؟ يعني برشلونه ليه سياسه، المدرب اللي بيجي بيمشي بنفس السياسه، وفرق قطاع كلها. يمكن انا الحمد لله، يمكن انا سافرت وعملت معايشه وعملت دوره تدريبيه هناك، من الفرق من الصغيرين طالعين بيلعبوا بنفس الطريقه بتاعه الفريق الاول. بالظبط، ما انا بتكلم في كده كلهم. يعني المدرب جاي هيشتغل بسيستم برشلونه، المدرب جاي متهيألي برشلونه يعني او كذا نادي تقدم على صوابعكم اللي شايلين بالسياسه دي، بس كده صعب ان انت تروح. لا بس لا، في اوروبا دلوقتي، في اوروبا دلوقتي بقى كلهم كده، بس الانديه الكبيره يعني اليوم سيستم سيستم المدرب بيجي سيستم نفسه عليه. طبعا دي ايه يعني، دي شايفها ازاي؟ انا شايفها ان دي اميز حاجه. يمكن انا فين طموح المدرب بيبقى طالع سهل ايه، فين طموح المدرب نفسه؟ طموح ما انت المدرب مش طريقه واحده، المدرب كذا طريقه. ما لو انت طريقه واحده يبقى انت حافظها، مش حافظ مش فاهم زي ما بيقول. فانت حافظ كذا طريقه، الطريقه انا بخدم ايه؟ النادي الاهلي، الفريق الاول، انا عايز اطلع لعيب للفريق الاول. فبعمل بالطريقه، بقرا في الطريقه دي، بسعى في الطريقه دي، بشوف الحاجات الجديده في نفس الطريقه دي. لا بالظبط، يعني انت بتشوف الطريقه نفسها وبتحاول تضيف لها، لكن هي طريقه واحده مش هخرج منها. طبعا ده اللي بتكلم فيه. افرض ان انا مثلا عندي طرق اللعب كتيره، طرق اللعب مثلا يعني برشلونه ليه طريقه لعب واحده، ده اللي بتكلم فيه. طريقه لعب واحده اللي انا ان انا اعمل استحواذ كتير جدا، ان انا ابدا وهدي اللعب وابدا اعمل مع خطفة كوره. هل بقى اروح نفس الطريقه واطورها وابدا اشوف مثلا مخارج ليها تانية، لكن انا في الـ في الـ في الـ في البقعه نفسها. الولد الصغير عايز يطلع ايه؟ عايز يطلع يلعب فين؟ في برشلونه بنفس الطريقه دي. طب انت ممكن تطور، بس من خلال ايه؟ الطريقه بتاعه الفريق الاول. يعني مثلا مورينيو لو راح برشلونه، لا لا في حاجه هاي لعيبه دفاعيه. انت عارف ان الطرق اتغيرت، يمكن طرق العالم شفناها في كاس العالم كلها، كل الطرق بقت دفاعيه ما عدا يعتبر اسبانيا عشان برشلونه اللي انا شايفه. يعني او كم منتخب يمكن الطرق اتحولت بقت دفاعيه بحته، اتغيرت بقى بيلعبوا ثلاثه ورا، ساعات بيلعبوا خمسه، يمكن انجلترا بيلعبوا خمسه، وبلجيكا ساعات بيلعبوا ثلاثه ورا، حاجات كتير قوي. انت واخدني في حته مش هنخلص منها، لا طبعا انا بعشقها. طب انت تفتكر، بس عشان بس الناس تدخل معانا في الموضوع، تفتكر من الحاله البدنيه العاليه جدا جدا للفرق في العالم والفرق كمان المنتخبات، بدانا نشوف الطرق الدفاعيه، لان هو بيرجع بسرعه فبيبان ان احنا عند الطريقه الدفاعيه، وبيرتد بسرعه جدا لحد في الحاله الهجوميه، يبقى تحت الكوره بالظبط. فده بيبين ان هم بيدافعوا، لكن هم قوي بتلاقي طيارات بس كده طيارات. ما هو الاختلاف يمكن احنا عندنا العكس بقى. مش عايز اتكلم اخد طبعا. يمكن احنا عشان عندنا البطء في التحرك، نعتمد على حاجه معينه، مثلا تلاقينا الحركه من قدام لورا بتبقى صعبه جدا، وكذلك من قدام لورا فبتبقى مختلفين شويه عنه. طب ده بيبقى ايه؟ بيبقى عيب مدرب بيحفظ لعيبه، ولا بيبقى اصل انا استحاله حد يقول لي ان مفيش عندي لعيب بصراحه بيطبق فكري. انا عندي بلد
طلع منهم 40 50 لعيب. يعني لو محتاجين باك ليفت مش من بلد غير انه ده مختلف كمان عن الانديه النادي مثلا لو في باك واحد مثلا انا بتكلم في اثنين بالكثير قوي لكن كم. انت عندك 40 باك 40 ديفندر لو عايز حد ينجنس حد ينجنس ايوه فدي اكيد المدرب بقى ليه دور كبير قوي فيها. اه طبعا. طب تعالى اقول لك حاجه ثانيه برضه يعني احنا ما دخلنيش في حاجات لا 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 انا بتكلم في فكر الكوره بس معاك انا بحب اتكلم معاك في فكر الكوره بصراحه انا عارف دماغك عامله ازاي. المدرب يقدر يفرض فكره وشخصيته على لعيبه ولا لازم اللعيبه دي يبقى عندها الاستعداد ان هم يستقبلوا فكر المدرب وشخصيته؟ النقطه دي مهمه جدا خلي بالك فكر قبل ما تقول. شوف انت بتتكلم في نقطه مهمه. اللعيبه عامه انت بتشوف فرقه مثلا عندك فيها سرعات بتستغل الحكايه دي عندك فيها بطء في جنب معين بتشتغل على الحكايه دي عندك مثلا ثغر زي ما انت قلت لي في بدايه كلامي في الفرقه انت فرقتك ناقصه ايه كده ما انت هربت من فانت سوق. بتشتغل على حسب الفرقه اللي معاك يعني انت بتجيب بعكس المنتخب لا ساك المنتخب ماشي احنا بنتكلم في فرقه انت ماسك فرقه انت مثلا دلوقتي 17000 واحد في الاهلي بتبص على فكره وليك اسلوب هتروح تشوف اللعيبه دي هتفرض عليهم اسلوبك وفكرك ولا طبعا. لازم اللعيبه دي تبقى عندها استعداد تتقبل اسلوبك وفكرك لا ما أنا ولو ما عندهاش استعداد انا حتى لو انا شفت اللعيبه ولقيت ان هم مختلفين في جنب معين في حته معين بحاول على قد ما اقدر اوصل للفكر اللي انا عايزه حلو بطور بقى لقيت لعيب مش قادر بجيب لعيب تاني بغير بوزيشن مركز حاجات كتير قوي بتعملها في القطاع يعني جميل جميل جدا جميل جدا اصل انا بقابل يعني مدربين او شخصيات رياضيه يقول لك لا انا لازم اللعيبه يبقى عندها استعداد تستقبل فكرة طب ما تفرض طب فكرك ماشي. مش تفرضه اللي هو هتنفذ يعني لا افرض الفكر يعني انا افرضه بلعب باقناع بحب اللي انا عايز اعمله اوصله للعيبه ده اللي بتكلم فيه زي ما قال الكابتن احمد ابدل مراكز ممكن افرض انت جيت لقيت سرد باكات ما بتعرفش تحضر منتخب جو فبتحاول على قد ما تقدر مره واثنين وتكرار انت لسه في مرحله انت بتعودهم انه يعملوا كده بالزبط. ما استجابش بشوف حد تاني بالظبط بالظبط هقول لك برده حاجه كمان هو الحديث ممتع اكيد يعني الساده المشاهدين واكيد طبعا يا رب اتمنى الجماهير اللي نفسها اولادهم يلعبوا في النادي او لها الامور كتير بتقول للعيب انت باك رايت ولا الباك رايت انت بمعنى مختلفة؟ يعني ايه الباك رايت او الباك رايت انت؟ اقول لك بمعنى ايه؟ دخلني في الغاز يعني احمد سراج باك رايت انا لزقت التهمة فيك غير ان انا انت عارف طبعا البوزيشن في الملعب باك رايت باك ليفت المكان الارض مش اللعيبة لو انا قلت لك احمد سراج باك رايت انا لزقت التهمة فيك خلاص انت باك رايت انت باك رايت غصب عنك لكن الباك رايت احمد اللي هو بيروح في حتة الرايت دي بقى احمد في ظل اللامركزيه اللي بتحصل في الكوره دلوقتي يمكن انا بقى شغلي كده حلو الباك رايت ممكن ساعات يبقى وينج بس عشان احنا بنلعب طيب هو ده اللي انا عايز اقول لك يبقى ايه انا ما بفصل دي حقيقه وساعات بيبقى اخش بالديفندر جوه يبقى لازم ابقى حافظ كل الدنيا فيها ايه يمكن تعليمي الحمد لله يمكن تركيزي ان الولد يبقى حافظ مكانين ثلاثه مش 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 مركز واحد بس قوي. حتى لو بيبقى بوزيشن بس سرد باك جميل بيبقى صعب او لا بنعوده يلعب باك رايت ازاي الوقت بتروح على اللعيبه بسرعه وقدام الحارس ياما كمان ياما شفنا في قطاع الناشئين الولاد مثلا في سن بيتغيروا في سنه سنه واحده بس بيتغيروا جميل قوي كده تمام حلو نخرج بقى من بره قطاع الناشئين شايف الاهلي عنده مواجهه مهمه جدا مع توام شاكر السواني المهمه انا بقول ان هو لقاء عوده انا مسميهم شوط اول وشوط ثاني يعني الثلاث نقاط خدناهم عايزين ثلاث نقاط باقصى ضروره زي ما بيقول شفت الماتش اللي فات طبعا ولا كان عندك شغل لا طبعا شفت يعني ابرز النقاط الايجابيه يمكن بس في الاول يمكن بدايه كبدايه بدايه هايله طبعا لمستر كارترون والجهاز طبعا جميل قوي حتى في التكتيك بتاعه في اسلوب لعبه في تغييراته كمان هايله يمكن ان شاء الله تبقى بدايه بخير على النادي الاهلي جرأته طبعا جرأته حد المدرب عمل حاجة ما مدرب طبعا حاجة. شكله كمان انت بتبص للمدرب في حاجات معينه كده بالظبط في الملعب بالشكل يعني احنا لينا شكل جمل بنعملها اسلوب بنفرضه على الفرقه اللي ضعيفه او قويه
دي يعني حقيقة. بيبقى شكلنا خلاص واضح يعني. دي حقيقة دي حقيقة. لو أي مدرب كان مكان بس جاوب على بصراحة كان هيلاعب كوليبالي مساك ولا كان ما لا قول انت. هو الثقة هو واثق فيه جدا. يمكن هو كان معاه في الفرقة بتاع مازيمبي أو منتخب مالي متهيألي كان مازيمبي وهو عارفه شخصيا. يمكن كوليبالي كمان عمل ماتش 4 أيام أو 5 أيام هو فواثق فيه جدا. يمكن التمركز بتاعه كان هايل, التوقيتات بتاعته في الكورة. يمكن طبعا بدنيا كان شكله يعني لسه بس ده مع الوقت ان شاء الله يبقى حاجة كبيرة للنادي الاهلي. لو اي مدرب هيلاعبه المباراة دي لا مش هينامر في المركز ده. لازم ده اهم مركز. لازم ابقى اكون عارف يعني. لازم طبعا ابقى اكون عارف ميت ان هو يعمل حاجه زي كده. طبعا ده دليل ان هو جريء جدا المدرب. مدرب بالزبط. قوي ودي شخصيته. دي صفه مطلوبه في المدرب. طبعا ان هو بقلبه انا هعمل اللي انا عايزه عارف انا بعمل ايه بالظبط. وطبعا مجلس الاداره بيديله الثقه في ديه بالظبط. وبيلعب باسم نادي اهلي اول مباراه بس هو عارف كمان. يمكن جه مستر كارتون لما جه اتكلم في قيمه نادي الاهلي واتمنى ان هو يمسك نادي الاهلي. يمكن دي حاجات طبعا اسعدت جماهير نادي الاهلي. واحد بيسعى عايز يحقق البطولات بيقول لك انا عارف تاريخ نادي الاهلي وانا عايز اعمل سي في بتاعي ليا عن طريق نادي الاهلي. بالظبط. احنا كنا بنتناقش قبل المباراه هل هيلاعب كوليبالي او هيلاعب ايمن اشرف. ممكن انا سمعت برضك ان هو مركز ان ايمن اشرف باك ليفت يعني. هو ايمن اشرف لعيب مطلوب ان هو يلعب باك ليفت ولا هو احنا لسه بنتكلم انه يلعب في مركز 2 3 دي حاجه كويسه قوي. بالظبط جميل جدا. يا ريت. فانا قلت لهم لا هو هيلاعب كوليبالي. ازاي لاعب كوليبالي ده كوليبالي مركزه اساسي مش هيلعب كوليبالي. شخصيته من واد بجلا مدرب انت عارف شخصيته قويه وما بيخافش حتى لما لعب نادي الاهلي اخر مباراه فضل ساكت وفاكر في اخر ثانيه من المباراه فمدرب. وبعدين تحس ان هو عادي يعني ده طبيعي. فمدرب النهارده كمان كان معايا محمد سعيد على التليفون بيتكلم في التمرين. بكلمه في التمرين بيقول لي ان باتريس كالترون كان مصمم ان هم اللعيبه تستوعب فكره. حتى كان قاسي شويه النهارده عليه على اللعيبه في تعليماته. لا انت هتعمل كذا. وكان مصمم ان هم ينفذوا شويه جمل تكتيكيه. وبعد المران راح لم من الموضوع ان هو راح سلم على كل اللعيبه. هايل. شخصيه طبعًا. جميله قوي. طبعا. هو كمان لسه معاهم جديد فعايز يوريهم اسلوبه في اسلوبه. يمكن بعد كده بقى خلاص يديهم الحريه في الابداع وان هم كل لعيب يعمل اللي هو عايزه بس من خلال الفكر بتاع المدرب يعني. بالظبط. وكمان يعني انا بفتكر معاك المباراه اللي فاتت عشان نبين للناس قد ايه كالترون ده شخصيه واثقه من نفسها وشخصيه قويه. ولسه طبعا الاداء الفني لسه احنا ما بنحكمش على الاداء الفني دلوقتي. احنا بنشوف بس النقاط اللي هي المضيئه بس في كالترون. ان هو يطلع وليد سليمان ويطلع جونيور اجاهي برضه الاثنين برضه يعني وليد سليمان وجونيور اجاهي. يمكن هو كمان ممكن يكون فكر كمان ان هو يريحهم للمباراه اللي جايه. يمكن احنا كنا 1-0 خلي بالك لسه كان لسه الموضوع عارف. ثقه في اللي بره كمان. دي حاجه كويسه. وكمان واللي نزل مين اسلام ميدو جابر ميدو اسلام وجابوا يعني اسلام جاب جول وميدو جاب ضربه ميدو كان لسه بالظبط يعني ده برضك تغييرات حلوه قوي يعني كويس. بالظبط. ده اللي بكلمك فيه ان هو كمان مطلع وليد سليمان وجونيور اجاهي يعني انا طبعا ما عندي برضك دكه كمان اقوى. لا لو كان بقى حصل حاجه يقول لك حد يطلع جونيور اجاهي. ما انا المدرب شخصيته مش هسمع كلام حد بره او جمهور. لا هو عارف هو معاشر اللعيبه بتاعته وعارفها كويس قوي وعارف مين اللي هينزل اللي هيفرق معايا وعارف مين اللي هيغير الماتش ودي حاجه كويسه فيها. طب شفت ايه ايجابي في تاون شيب؟ هي فرقه يعني متواضعه. ان شاء الله يعني هناك ان شاء الله نتفوق عليها. يمكن بس عندها مثلا عنصر السرعه في الثلاثه اللي قدام يمكن شويه. دي حقيقه. والناحيه الدفاعيه عندها ضعيفه جدا. يمكن التركيز طبعا حسب بقى طبعا انا عن نفسي لو اضغط عليهم من قدام هناك او هنا لان هم عندهم ان هم عايز بيحاولوا يلعبوا من تحت وهم مضعف فيها جدا يعني. يعني برضو لو قلت لك الان من ايه من المباراه اللي جايه الان من اللعب في افريقيا طبعا بيبقى صعب جدا الان من الملعب. الحمد لله الجو هيبقى بارد شويه. مفيش حر مفيش رطوبه فدي حاجه في مصلحتنا. ما افريقيا ملهاش مثيل. ممكن في لحظه يبقى في مطر هي ممكن حر هناك الجو كمان طبعا
الان طبعا من هناك في الملعب، بس ان شاء الله رجاله الاهلي ولاعيبه الاهلي طبعا اداوا حدود يعني. شايف الدوري ازاي السنه دي؟ يمكن الدوري بالنسبه للفرق طبعا فرق كتير دعمت دعمت الفرقه بتاعتها او مجالس ادارتها دعموا بمبالغ مهوله. يمكن انا شايف ان هيبقى دوري من الدوري القوي. تفتكر المبالغ اللي مدفوعه تستحق تدفع في الدوري المصري؟ ماشي متهيألي اه طبعا متهيألي هتبقى صعبه قوي يعني، بتسمع ارقام مهوله اه طبعا مهوله كتير ارقام مهوله بصراحه. يمكن دي كمان في الناشئين عندنا دلوقتي بقت ارتفعت جدا. انت ما شوف انا بتكلم في ناشئين طبعا ما خلاص بتعكس على الكل، ما زال عربيات كده ايوه بس كده كله بيعلى العربيات تعلى المرسيدس تعلى يا ابني. طب انت مالك احنا مالنا اه مش 28 لا كله اعلى زاد دولار تيجي تروح يقول لك اصل الدور العيال انت احنا مالنا مالك. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. الله يخليك كابتن، وان شاء الله كل التوفيق ليك. انا عارف ان انت حاجه جميله جدا في التدريب، وان شاء الله كل التوفيق ليك وربنا يدي لك كل اللي تتمناه وكل طموحك ان شاء الله توصل لها. شكرا كابتن على القعده الحلوه دي، طبعا انت قيمه كبيره لينا وانا بحب اقعد معاك دايما. ربنا يخليك يا رب، نورت وشرفت. ان شاء الله نكرر مثل هذه اللقاءات وانت كده محقق طموحاتك. كابتن احمد سراج المدير الفني ل 2001، شكرا جدا ليك. الله يخليك كابتن، شكرا. دي كانت فكرتنا مع النجم أحمد سراج، النجم المميز في قطاع الناشئين مع كل النجوم، حاجة جميلة جدا. إن شاء الله نتمنى قطاع ناشئين قوي للنادي الأهلي، بيطلع لعيبة على قدر المسؤولية للفريق الأول اللي احنا كلنا محتاجين ان احنا ندعمه بقطاع الناشئين، عشان الأرقام المهولة اللي سمعناها وبنسمعها في الأيام اللي فاتت والأيام اللي جاية. نطلع فاصل عشان نستقبل أيضا النجم عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير. فاصل، استنوه. مستمرين معاكم لسه في الاهلي في كل مكان، واخر فقراتنا مع النجم الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير اهرام الرياضي. نور الدنيا. ازيك يا كابتن؟ وحشني جدا. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقالي كتير ما شفتكش. انت وحشني جدا. الله يخليك يا كابتن. طب اتشرف بيك ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. عايز تبدا منين بقى؟ انا دايما لا براحتك مع النقاد الرياضيين الكبار بسيبهم براحتهم. لا براحتك انت، الموضوعات اللي انت عايزها انا معاك فيها، موضوعات كتيره موجوده. انا هقول لك الموضوعات وانت اختار. فضل. نبدا منين؟ عندنا اتحاد كوره ومدير فني اجنبي ولا مصري ولا شكله ايه؟ عندنا افريقيا، اهلي تاونشيب الاهلي، عندنا دوري مصري، عندنا بقى النجم محمود صالح لسه هنتكلم. طب خلينا كده نقول يعني نبتدي بالتورتايه الحلوه اللي عملها لنا كارتيرون اللي هو المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي، اللي انا شايف ان هو مكسب كبير للنادي الاهلي، وشايف ان هو من المديرين الفنيين اللي هيعمل تاريخ حلو ليه مع النادي الاهلي. طيب بناء على ايه؟ بناء على انه مدير فني استطاع من المباراه الاولانيه يقنعني انا شخصيا. هي طبعا طبعا كل كلام الفنيين يقول لك لا لسه المدير الفني من لا يظهر لا تظهر بصماته من مباراه ولا من اثنين ولا ثلاثه، ممكن خمس مباريات ست مباريات، ولكن انت كمراقب للنادي الاهلي ومراقب للعيبه النادي الاهلي تحس ان في اختلاف ولو بسيط، يعني مجرد المدير الفني يديك اختلاف بسيط حتى في مباراه على لعيبه يعني بمستوى مختلف خالص عن اللي شفتهم بيه اخر مباراه، ده تقول ان المدير الفني يستطيع انه يقدر يجيب حاجات تانية فنيه للنادي الاهلي ويخلي مستوى النادي الاهلي جميل. افضل بكتير. جميل. لو اتكلمت على كارتيرون من التاريخ، لا التاريخ ينصف كارتيرون من كل الزوايا وكل النواحي. عمل مع دجله كان 31 مباراه، 15 فوز، 9 تعادل، 7 خساره. انا كنت مراقبه في وادي دجله وعارف انه هينجح مع وادي دجله وعارف انه هينجح مع النادي الاهلي لما جه النادي الاهلي. طب ما تستنى ناجل سنة كالتيرون، ناجل سنة كالتيرون، لان انت قلت لي عندنا موضوعات كتيره. فكالتيرون بصراحه خالد لطيف جالنا، فلازم بقى نشوف الكابتن خالد لطيف عشان نساله على حاجات كتير جدا. كابتن خالد لطيف عضو مجلس اتحاد كره القدم، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن حميد، واهلا بالاستاذ عبد المنعم، واهلا بكل مشاهدي كابتن خالد. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. كل سنه وانت طيب، وانت منور واستاذ عبد المنعم منور. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا هو بقاله
انا موجود، انت المختفي. لا لا كلنا مختفيين. انت كنت مختفي في روسيا. خلي بالك هو عنده اسئله كتير جدا ليك، بس انت وحشني وكده، متهيألي هو كده هدي شويه. ولا هو عادي. هو لا هو ذكي اصلا. لما الاقي في ضيف بقى هو خلي بالك احنا دلوقتي بناخد الدور اللي هو بيعمله معانا في لما بيكون بياخد مقعد الاعلام. طبعا فشوف حضرتك هتساله ولا اساله انا ولا ايه. لا حضرتك اتفضل اتفضل. يعني يا كابتن خالد اكيد كل مصر اهتماماتها طبعا عارف بايه المدير الفني لمنتخب مصر، هل هو مصري اجنبي؟ نحسم الموضوع ده الاول ولا لسه ما استقرناش يا كابتن؟ والله بص هو المفروض ان هو حصل الجلسه اللي يمكن بعد ما رجع منتخبنا الوطني من كاس العالم مباشره، كانت فيها يمكن كل اعضاء مجلس باستثناء حازم امام. لكن يعني بناء على ما يعني شايفه برضه من بعض اعضاء مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت وتصريحاتهم، انه واضح ان يعني برضه قصه المدير الفني الوطني لسه ما زالت مطروحه امامنا. لسه ما زالت مطروحه. مطروح. طيب لو يعني لو قلنا كابتن خالد، ولا مش عارف السؤال ده ممكن تجاوب عليه، انا عايز اسالك اسئله تجاوب عليها بصراحه. لو الموضوع ماشي جاوب، لو مش ماشي قول لي. يعني لو اختيارات، لو اجاوب على اي حاجه. طب تمام زي الفل. لو اختيارات مدير فني مصري هتكون مرشحه بين مين؟ اختيارات مدير فني مصري يعني اكيد هتبقى زي الراي العام والجمهور المصري والنقاد الرياضيين والمحللين، مش هتخرج بره ثلاث اربع اسماء، ما اعتقدش انك تخرج براهم. زي مين يا كابتن؟ بدون ترتيب احد الالقاب، حسام بدري، حسام حسن، كابتن حسن شحاته طبعا. ما اعتقدش ان ممكن كابتن طلعت يوسف، ما اعتقدش ان تخرج بره الاربعه. كابتن طلعت يوسف. طلعت يوسف. طيب هو حضرتك انت قلت بقى هجاوب، فانا هستمتع هجاوب على اي اسئله دي. اي اسئله دي لازم استغلها. لا هجاوب على اي. حبيبي يا كابتن خالد. واللي انا مش عارفه هقول ان انا مش عارفه. طيب خلاص انا عارف والله مصدقك. يعني اقوى الاسماء المطروحه في المصري ولا في المصري؟ في المصري. انا يهمني جدا المصري، لان انا بصراحه في الاتجاه في المصري. المقارنه اعتقاد. هتبقى محصوره ما بين كابتن حسام بدري وكابتن حسام. كابتن حسام بدري والكابتن حسام حسن. تمام. ده من وجهه نظر انا الشخصيه. اكيد اكيد. وانا عارف طبعا. انا بقى ده السؤال ده بقى انا مش هساله لك، لان انا عارف انت. بس انا هرتب لك لو عايز، لو هو بعد ما يخلص المداخله انا هقول لك مين رقم واحد. رقم واحد حسام حسن. رقم واحد حسام حسن. وانا عارف الكابتن خالد لطيف يعني هو اكيد كله بيفضل مصلحه الكره المصريه، والكابتن خالد لطيف يعني اكتر الناس اللي بتخاف على بس دي طبعا دي بتبقى اراء شخصيه. أكيد. وكل واحد وليه قناعاته المعينه اللي من خلالها كابتن خالد سامعني. انا شايف كابتن خالد بصفتي الصحفيه او ناقد رياضي ان المرحله المقبله في حاجه الى مدير فني اجنبي وليس مصري. والله بص اكلمك بكل امانه. اتفضل. رايي انا الشخصي بكل امانه. انا شايف ان المرحله القادمه من وجهه نظري انا الشخصيه. اتفضل. وجهه نظر كره القدم دايما كره القدم دايما. كنت لو تفتكر قبل ما قطر يجي كنت مع المدير الفني الوطني وكنت مع الكابتن حسن. انا دايما ببقى مع الكابتن الوطني، لان انا شايف المدير الفني الوطني في اللحظات اللي زي كاس العالم اعتقاد الشخص هو اكثر واحد بيحس بمعاناه الشعب. اكيد. وبامال الشعب وبطموحات الشعب وجماهيره اكثر من اي مدير فني اجنبي. اكيد. وانا برضو وانا رايي الشخصي برضو بعيد عن ان انا في قناه الاهلي يا كابتن خالد انا معاك بصراحه. انا نفسي بخالفكم انتوا الاثنين وليه اسبابي. انا هقول انا لازم يبقى في كده. ليه ما بنديش الفرصه والادفانتج دايما لمديرنا وايه صحيح ايه خلي بالك. انت لما اديت الامكانيات اديت الدفعه المعنويه والدفعه الشعبيه والجماهيريه الكابتن حسن شحاته حقق ما لم يحققه مدير فني. لما اديت الدفعه المعنويه والدفعه الجماهيريه للكابتن محمود الجهري احد شيوخ المديرين الفنيين حقق ما لا يفعله مدير فني. فما يعني لو انت اديت نفس الامكانيات والمدخلات والدعم لاي مدير فني وطني عندنا اعتقد الشخصي هتكون نتائج. واكيد
وخلينا اجيبها لك من ناحيه ثانيه، لو اديت المدير الفني المصري نص اهتمام المدير الفني الاجنبي اكيد هيشتغل وهيشتغل كويس قوي كمان. ما انا بقول لك هو الدعم بكل صور بالظبط بالظبط، وجماهيري واعلامي يعني فاهم. ليه لا مزحنا يعني؟ ليه الكابتن حسام البدري ده بيبقى مرشح خارج جمهوريه مصر العربيه لكل الانتخابات؟ كابتن حسن صحات مرشح برضه خارج جمهوريه مصر العربيه لكل الانتخابات. كابتن حسن درب اوريدي منتخب الاردن خارج جمهوريه مصر العربيه. الكابتن طلعت فيه تتدرب برضه في ليبيا. انت ليه مديرينك الفنيين الوطنيين ليه ما بتديهمش الفرصه ان هم يحلموا ويطمحوا مع منتخبهم الوطني؟ واعتقد الكابتن ده حلم. وخليني كمان يعني اوضح لك كمان، اكيد حضرتك عارف طبعا ان الكابتن حسام البدري تحديدا اشتغل لانه اشتغل في النادي الاهلي كمان اعظم، يعني خلينا نقول ان هو الاهلي والزمالك يعني من اعظم الانديه في افريقيا والوطن العربي. وخلينا نتكلم بامانه، اتفضل. الكابتن حسام البدري اشتغل في الاهلي واشتغل في السودان واشتغل في ليبيا. ما انا هقول لك، انا لسه والله ما كملت لك. انا لسه اشتغل كمنتخب اولمبي. لا يعني انا ما بالظبط بالظبط، لكن عارف يا كابتن انا قصدي ايه؟ ان اسم الاهلي يخليك انت تنجح كمان في اي مكان بجانب انت كمان. احنا خلينا نتكلم بامانه، تتكلم في واحد ضرب اهلي واحد ضرب زمالك بالظبط. ما انا لسه اقول لك على حسام حسن ده كمان. لا كمان حسام حسن مسك منتخب الاردن بناء على ترشيحات من المرحوم كابتن جوهري. والله بص، كان على ترشيحات الكابتن محمود الظهري، ويمكن ليا نصيب من جانب الترشيحات لان كنت ساعتها رئيس بعثة منتخبنا الوطني مع كابتن ربيع كأس العالم الشباب في تركيا، وكان معايا أحمد الجوهري كان مدير التسويق في الاتحاد لكرة القدم، كنت حاضر على المكالمة اللي دارت ما بينه وما بين يمكن الأمير في لحظتها، يمكن كنت أحد المدعمين لكابتن حسام حسن بقوة. يعني أنا بكمل لك كمان يا كابتن خالد، إن الكابتن حسام حسن كمان عامل حاجات مع النادي المصري حاجات ولا أروع بصراحة. اللي يقول إن الكابتن حسام حسن ما بلوش بصمة في كرة القدم هي يبقى ظالم ظالم ظالم. أنا معاك أنا معاك. أنت بتساعد من أنا غير اسمع اتفضل. كمان كابتن حسام أنت كنت نجم كبير جدا جدا وهداف خطير، واعتقادي مفيش هداف في مصر من الجيل اللي بعد السنه اتعلمته من حسام حسن كلاعب بقى قبل كمدير فني حاجات كتيره جدا. هو انا لا انا بالنسبه لي حسام حسن يعني صح. موضوع مختلف خالص يعني بالنسبه لي حسام حسن لعيب مش الواحد اللي اتعلمت منه، ده لعيبه مصر كلها اتعلمت منه روحه ودمه بصرف النظر عن حاجات تانية كتير، لكن هو حسام حسن حسام حسن بس. انت جاوبت حسام حسن، وبعدين حسام حسن مع ابراهيم حسن. خليه يكلمنا بس في على جانب المرشحين. لا خليني بس اكمل لك بقيه الجمله دي يا كابتن خالد واسيب باله عبد المنعم. حسام حسن مع ابراهيم حسن. حسام حسن مع ابراهيم حسن؟ يعني حسن يعني من يعني من نجوم المنتخب ومن نجوم الاداره. انا بشك ان الاثنين الاجانب اهم حاجه الاجانب مجانب. انا بتكلم اثنين كمان فاكيد فرصهم هتبقى كبيره. لا عشان اثنين لا. شفت انت دايما فاهمني غلط. حبيبي يا كابتن كل التوفيق ليك. الاستاذ عبد المنعم عايز بقى يسالك على جانب يا كابتن خالد، وصلتوا احنا سمعنا اسماء كثيره، سمعنا المدير الفني النيجيريا، سمعنا خالد زيديتش اللي هو كان المدير الفني الصربي البوسني اللي كان ماسك الجزائر، يعني سمعنا اسماء كثيره. هو عايزين نعرف مين الابرز. خليني اكمل لك قبل ما تجاوب يا كابتن خالد، هل امكانيات الاتحاد المصري الماديه تسمح بطلبات المديرين الفنيين الاجانب؟ انت 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 قلت سؤال جميل قوي. عندي انا بقى الاجابه اللي انا كنت هقولها. اتفضل. بص، هتختار مصري ادينا احنا اتكلمنا، هتختار اجنبي ما تجيش بقى امكانياتك. ما انا بتكلم اهو بالظبط. اجيب مدير فني اجنبي عالمي بالظبط يا ما جيبش بالظبط. وانا معاك جدا جدا. عالمي يقول طبعا. انا مش سامع مدير فني له بصمه وله تاريخ وله انجازات وله فكر وله تخطيط وله فكر واستراتيجيه و و و يا ما اجيبش بالظبط. انما ان انا اجيب على قد فلوس معينه ضد الفكره دي تماما. رد بقى. لا ما هو كلام منطقي ومعقول. انا ما قلتش حاجه بس تماما. خلي بالك الاسماء اللي احنا قلناها دي اسماء كبيره مش اسماء قليله. بالظبط بالظبط. هقول لحضرتك حاجه بقى يا استاذ عبد المنعم، ارجع للاجابه. اتفضل. دي اعتقادي الشخصي كلها. هقول لك انا اسم وليه. انا قلت اسمين، انا في اسماء تانية اكيد كتيره. لا 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 يعني ما اطرحش عشان يمكن اتكلمت في بس ما يعني
احد المطروحين وانا شايفه من المديرين الثانيين اللي ليهم بصمه كبيره في مصر في السنوات الاخيره. ليه لا فريرة؟ مين يا كابتن؟ فريرة اه اللي هو المدير الفني للسد حاليا. طبعا مدير فني كويس جدا طبعا ونجح مع نادي الزمالك ومدرب ليه شخصيه وليه كاريزما. ليه لا؟ ولا انا غلطان؟ لا طبعا. لا طبعا اعتقادي الشخصي اللي اتقال في الفتره الحاليه اللي فاتت دي اعتقادي كلها استهدافات شخصيه تعبر عن شخصيه زي ما انا بتكلم دلوقتي بعبر عن رايي. اكيد يا كابتن خالد وانا بحترم جدا صراحتك ووجهه نظرك. وليه لا برضو ان يكون مدرب مصري وعنده طموح وعنده فكر وعنده اسلوب وعمل؟ ليه لا؟ انت مش انت قلت لي انت رايك ايه؟ انا قلت لك بالظبط من بنحاز للتدير الوقت. انا بحترم الامانه والشفافيه والوضوح. بالظبط انا اتمنى اللي انت عايزه. يا رب اتمنى اللي انت عايزه. بغض النظر والله انا بكلمك بكل امانه استاذ منعم وانت عارف عني ده بغض النظر اللي انا اللي عايزه او اللي انت اللي عايزه او اللي بتعمله اللي عايزه. يا رب مصلحه الكره المصريه المدير الفني اللي جاي تبقى في مصلحه الكره المصريه. اكيد يا كابتن. اخر سؤال هساله لك عشان ما اطولش على حضرتك، شايف شكل الدوري العام في ظل الظروف الحاليه هيبقى شكله ايه؟ والله بص من وجهه نظر برضو الكابتن خالد لطيف بصرف النظر عن صفتك بقى. منافسه كبيره جدا 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 هتبقى قويه. بس اللي انا عايز اعقب عليه بدون الدخول في تفاصيل عشان ما اتفضل ما يعني ما اتفضل هتكلم فيه كتير وتفاصيل كتير فمش هحتاج مكالمة واحده. اكيد وانتوا اعتقادي الشخصي هتتفقوا معايا يا جماعه المغالاه في اسعار اللاعبين وعقود اللاعبين ذات عنها. احنا كنا لسه بنتكلم والله يا كابتن كنا لسه بنتكلم. انا ما سمعتكش والله. انا عارف بس ده من وجهه نظري الشخصيه. لما احنا بنوصل لهذه الارقام بمنتهى الامانه انا بحب دايما اتكلم بلغه الارقام لان انا بحب لغه الارقام لان بتبقى واضحه ما فيهاش قولان. ارقام غير منطقيه بالمره. الارقام الكبيره جدا في عقود اللاعبين السنويه وانت ما وصلتش كاس عالم غير 90 و2018 اعتقادي الشخصي ده اكيد في حاجه. انا معاك ارقام غير منطقيه بالمره وغير معبره عن الحاله الحقيقيه. ولا انا غلطان؟ عندك كل الحق. العود دي انا لازم اوصل كاس عالم كله. طب الحل عندك ايه في اتحاد الكوره عشان تقنن المساله دي يا كابتن؟ ازاي؟ طب انا اقول لي ازاي؟ ما فيش اي يا كابتن حل لاتحاد الكوره او صفه لاتحاد الكوره. مانع. انا بشكرك يا كابتن خالد شكرا جزيلا جدا على صراحتك وعلى وضوحك وكل التوفيق لحضرتك ولاتحاد الكوره في اختيار مدير فني يحب فعلا مصر ويعرف يعمل فريق كروي يليق باسم الكره المصريه ويبقى ليه استراتيجيه وليه هدف وليه طموح وليه فكر. شكرا جدا كابتن خالد لطيف. بصراحه الراجل اتكلم بمنتهى الصراحه. بس اتكلم انت قاعد متغاظ مننا عشان انت عايز مدير فني اجنبي. انا لا انا مش انا عايز مصلحه الكره المصريه. اكيد ومصلحه الكره المصريه اراها مع اي مدير فني يستطيع ان يحقق مصلحه الكره المصريه. هو احنا وانا يعني لما اتكلم على مدير فني اجنبي وعايز مدير فني اجنبي هو ليه مصالح مع الاجانب وضد المصريين. أكيد ولكن أنا بتكلم على طبيعه المرحله المقبله. حسام حسن وابراهيم وحسام البدري وحسن شحاته وطلعت يوسف و كل الاسماء المصريه المطروحه حاليا على الساحه اسماء محترمه واسماء لها يعني لها ثقلها ولها وزنها. لكن انا شايف لا هو ممكن كمان مش اسمين بس هو اسم واحد هو حسام حسن سيكون بديل للمدير الفني الاجنبي. خلينا نتكلم في جزئيه مهمه جدا راس الاداره كلها في اتحاد كره القدم المهندس هاني ابو ريده هو متشيع لمدير فني اجنبي وحاسم المساله مدير فني اجنبي. ولكن اللي بيطرح اسماء المديرين الفنيين المصريين هم بعض اعضاء مجالس الاداره اللي بيرشحوا ناس. تمام. هو بيقول لهم ما فيش مشكله بس اذا لم اوفق في الوصول الى مدير فني اجنبي. تمام. وانا اساند الكابتن او البشمهندس ابو ريده في طرحه ده لعده اعتبارات هناخد اهمها وابرزها. يعني هو يتكلم في حسن شحاته لما كان مدير فني لمنتخب مصر. مدير فني لمنتخب مصر كان يقود مجموعه من اللاعبين المحليين الممتازين اللي عايزين يكونوا اسماء رائعه في المحافل الدوليه وبالفعل نجح في ذلك. اللي هو مين؟ اللي هو حسن شحاته. اوكي. ما كانش فيه كميه المحترفين الكبيره جدا الموجوده دلوقتي اللي هي محتاجه الى عقليه مختلفه للتعامل معها عقليه
تعمل في معزل عن السوشيال ميديا التي أصبحت تتحكم في كل كبيرة وصغيرة حياتنا. احترم كلام. كلام كمان لازم أتكلم في جزئية مهمة جدا وأقول لحسن حسام البدري، أنا أحترم حسام البدري، صديق شخصي، صديق محترم، رجل طموح، عنده من القدرات الفنية والخبرات اللي تؤهله أن يقود منتخب مصر. هو بيقول ضرب مثال أنه ضرب منتخب الأردن، المناخ الذي وجده حسام حسن الذي وجده في الأردن. تتكلم عن حسام حسن ولا حسام بدري؟ لا حسام حسن. أنت قلت حسام بدري، معلش حسام حسن. لا عيد بقى، هو الاثنين حسامين بقى، أنا بتكلم على حسام حسن. أنت قلت أنه صديق شخصي ليك. صديق شخصي طبعا من زمان. حسام حسن من المديرين الفنيين الجديرين يعني بالاتيان على رأس الإدارة الفنية لمصر، ولكن هو ساق دليل النجاح في الأردن. تمام. الموجود المناخ الذي حدث في الأردن ليس من الطبيعي أن يتكرر في مصر. مصر مختلفة تماما عن أي بلد تانية خالص. مصر فيها كم إعلامي غير طبيعي، عندك 60,000 موقع، 70,000 جورنان، 50,000 قناة، وكل واحد ليه كلمة، وكل واحد من الشعب المصري 100 مليون ناقد، 100 مليون صحفي، 100 مليون رأي فني، 100 رأي محلل. فكل هذه الأمور لو انت مين هتتأثر بهذا الكلام؟ كوبر نفسه تأثر بـ 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 بكلامنا، خد فلان وخد علان لغايه ما صدق، يعني صدقنا وخد لعيبه وما خدش في النهايه. لا هو ما خدش حد، لا خد لعيبه. يا ريته كان سمع كلامنا. لا هو سمع كلامنا في حاجات معينه وما كملش في الباقي. يعني هو لو خد، هو مشكله كلها ان كوبر سمع كلامنا في بعض الناس اللي احنا رشحناها له او الناس رشحتها له عشان ريح دماغه. يا جماعه انتوا مش هتتعبوني، طب خلاص انا هاخدهم معايا وهرجعهم مره ثانيه. يا كابتن ميدو، كلنا كنا عارفين مين هيلعب في كاس العالم، وناس كانت مصابه وعارفه انها ترجع وتلعب، وكلنا كنا عارفين. دي الازمه الكبيره، فعايزين بس نخلص من الحته دي نقول فيها. انا بس عايز اوضح لك حاجه. اتفضل. ان حسام حسن وابراهيم حسن ما لهمش في السوشيال ميديا اساسا. لا بس ليهم صفحات وليهم، ما خليش اقول لك بقى، ليهم صفحات وفي ناس معاهم، وهو ليه صفحات على الانترنت، اسف على الفيسبوك، وناس اللي شغاله معاه، واعرف الناس اللي شغاله معاه، واعرف الناس اللي معاه تويتر. لا كابتن حسام بص تلاقيه قاعد مستنيك. لا وانا قلت حاجه ضده، انا بتكلم انا بتكلم في جزئيه مهمه جدا. انت عندك دلوقتي عدد كبير من النجوم. اكيد اكيد. نجوم يعني عندك كم نجم محترف بره. انت محتاج مدير فني، هيد كوتش زي ما انتم بتسموه عندكم، يعني مدير فني مش مجرد مدير فني وخلاص زي ما قال كابتن خالد، ولا مدير فني يحط له 60,000 جنيه ولا 60,000 دولار ولا 70,000 دولار. هي دي النقطه. بس ان انا اجيب مدير فني اجنبي، طالما اخترت طريقك في انك انت تجيب مدير فني اجنبي، فيجب ان يكون مدير فني اجنبي لمنتخب مصر يليق باسم منتخب مصر، يليق بحجم نجوم منتخب مصر. بالظبط. اذا لم توفق في الوصول الى مدير فني اجنبي، انا شايف انه اي حد يتساوى في منتخب مصر، ونعمل بقى مفاضله بين طبعا حسن شحاته مستبعد. حسن شحاته محطوط كده في الليست عشان ما حدش يزعل، انما حسن شحاته مش مستبعد تماما. وطلعت يوسف مش هيدرب، هو محصور بين اسمين، حسام البدري، الحسامين، حسام البدري وحسام حسن. وفي الاخر حسام حسن في الاخر هو اسم واحد، هيكون حسام حسام حسن. بالظبط. ده في النهايه ده ملخص الاجمالي اللي بيدور في الكواليس. بس الكابتن خالد طبعا ما حبش يتكلم بدرجته الوظيفيه، اتكلم بدرجته ايه الاعلاميه، ونحن نحترم هذا الكلام. ده شيء كويس في النهايه. بس اتكلموا يعني الناس كلها. لكن انا قلت لك مبرراتي ان المرحله المقبله انت داخل هو كوبر جه ليه؟ لانك اخترت ليه كوبر؟ وخلي بالك كوبر السي في بتاعه عالي جدا، مش قليل، مدير فني محترم، مدير فني هو اي نعم منحوس وكل حاجه، لكن اسم كبير. لا وكان ما شاء الله ما قعد رونالدو احتياطي، وكان ما قعد مش عارف مين احتياطي اللي هم موجودين عندك دلوقتي. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك مدير فني اسم كبير. ما انا بقول لك بغض النظر بقى على قناعاته الشخصيه. طب ما عندك محمود الجوهري كان مع الطاهر ابو زيد. أوه. الله يرحمه. طبيعي. ناس كتير جدا في النادي الاهلي او في نادي الزمالك في مدير فني تلاقيه تشيع او بيقتنع بلاعب وتلاقيه يمشي يقتنع بلاعب، كل وجهات نظر فنيه. انت كنت بتقعد احتياطي احيانا، واحيانا بتلعب اساسي، وجوزيه اقتنع بيك في حين وجابك في فتره الناس كلها مش مصدقه. الكابتن ميدو يجي النادي الاهلي ويتحدى بيك، وانت عملت ماتشات كويسه جدا، مش بتبقى قناعات شخصيه. بالظبط. انا عايز اقول لك الفرق بين طاهر ابو زيد، كان في نجوم كبيره جدا. بس طاهر ابو زيد يعني كان حاجه خيال، حاجه طبعا خيال. فكان قاعد احتياطي. انا معاك. اللي قعد رونالدو احتياطي قعد طاهر ابو زيد احتياطي. لا 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 حرام عليك. في نفس الكفه يعني. مع الاحترام الكامل يعني لجهات النظر الفنيه للمديرين الفنيين. خلي بال حضرتك كوبر يا استاذ منعم، من اول ماتش ليه كان باين ان هو، مع احترامي طبعا الشديد ليه كانسان، خلي بالك انت عارف، بس عايزين نكون منصفين شويه. انا منصف هو خد والله. كام لاعب من خلي بالك، هو جه في مارس
2015 ومشي في اثناء كاس العالم طبعا حوالي 3 سنين و3 شهور واخد 77 لاعب 77 لاعب يعني انا عامل احصائيه 77 لاعب انا بكلمك والله العظيم بمنتهى الصراحه وفي النهايه كم واحد لعب 23 لاعب لعبوا معاه كل الماتشات كلها هو كوبر ايه اللي ضافه انت كمتفرج سيبك بقى يا استاذ من الصحفي وانا مش عارف ايه ايه اللي ضافه كلينا كمتفرجين ان احنا شفنا منتخب انا شفت منتخب مصر في اسوء هو كوبر انا كوبر مش قريبي ولا ماليش حد في الارجنتين الحمد لله انا متاكد لا خالص والله فعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا كوبر اضاف للسجلات المصريه سجلات مهمه جدا سجل ان احنا رحنا كاس عالم كان ممكن نروح كاس عالم مع حد تاني مثلا ولكن لم يوفق برادلي لم يوفق حسن شحاته لم يوفق لكن هذا الرجل وفق يعني انت اذا كان عندك كذا مدير فني لم يوفق من سنه 90 حتى شوف كم واحد جه على منتخب مصر حوالي 15 واحد جه خلي بالك انت لو كوبر يحسب له ذلك ليه لانك انت جه بعد مديرين فنيين كتير جدا فشلوا في انهم وصلوا كاس عالم فهو نجح مع اختلاف الاجواء ما اختلف ما هو كمان خلي بالك كمان هو جه ما كانش في دوري الدوري كان بيتوقف الدوري كان بيتلغي فهو ان كونه انه ينجح انا يعني بس عايز اقول لك على الارقام لا تكذب ولا تتجمل ودول الحقيقه ان كوبر استطاع ان يصل بمنتخب مصر بعد 3 سنين من عدم الوصول لكاس الامم الافريقيه يوصل النهائي احنا الموضوع ده نقعد للصبح انا وانت هنا ما فيش مشكله خالص ما خلي بالك انت لازم كابتن ميدو كابتن ميدو كلها بتلعب كابتن ميدو في جزئيه مهمه جدا انت لازم تبص في التاريخ يستخدم الارقام عندما نتحدث عن اخرين انا معاك مليون لا تحدث عن الكره العقيمه ولا عن الكره عدم الكره الدفاعيه انت كده بتقول لي خلاص ما نتكلمش لا مش قصدي بس عشان خاطر بس واقع فعلي نعم واقع فعلي ما هو واقع فعلي وعمل كل حاجه كويسه بس هو في النهايه المفروض ان هو محصله الارقام دي يطلع لنا برضو بنتائج كويسه جدا انت بتلعب في كاس اول بص هو لم يوفق في اداره منتخب مصر في المونديال لم يوفق نهائي لم يوفق في اختيار لاعبين في المونديال بس يا استاذ منى طب قول لي ماتش واحد اللي يا كابتن ميدو انا عايز اوصل لك جزئيه انا وصلت لكاس العالم بس ما انسى بقى الفتره اللي فاتت وابتدي صفحه جديده مع منتخب مصر وصلت انا عارف ان انا مش لا 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 يعني انا عايز اقول لك على حاجه انت مدير فني وصلت الى نهائي كاس امم افريقيا تعاملت مع المباراه بشكل سيء تقدمت بهدف محمد النني وبدلا من انت تغير طريقه لعبك تعمل شكل ستايل مختلف تحافظ على نتيجه توصل انت ما حصلش فيها ده بالظبط كون يوصل للنهائيات كاس العالم ولا يحسن التصرف يبقى فعلا حكايه ان هو رجل المنحوس بس منحوس دي يعني ايه تحس ان الحظ بيتدخل ضده لكن هو بنفسه اللي بيبوظ الطبخه اللي هو بيعملها مع ان انا مقتنع تماما ان كوبر انسان محظوظ جدا محظوظ بايه بقى؟ محظوظ ان احنا طلعنا كاس عالم ومفيش ولا ماتش اساسا كان هيجي لنا القلب في كل الماتشات، محظوظ ان احنا لعبنا نهائي كاس افريقيا خلي بالك دول كتير جدا انت من العرب نفس القصه شاركوا مفيش ماتش بس في النهايه يا كابتن برضه انا معاك لا ما بتوصلني لجزئيه ما انت كده بنسكت انا لا ادافع عنه ولكن انا بكلمك يعني انا هو اخطا انا بحب اتناقش ولا يهمك هو اخطا خطا كبير جدا في انه لم يستطع ان يستغل الفرصة السانحة والعظيمة انه يعمل ماتشات كويسة جدا في كأس العالم ولم زي ما قلت لك هو بيوصل للنهايات وبسلامة يستخدم البدايات يستخدم النهايات وده غلط انا استخدم البدايات حلو قوي عشان اوصل للنهاية الرائعة لكن هو مع الأسف الشديد ما بيقدرش يفنش التفنيشة الكويسة جدا احنا اتفقنا ما فيش مشكلة اخيرا اتفقنا الكابتن محمود صالح كان الكابتن شكوكو بيغني له زمان في اغنيه كان عاملها له انا الجيل اللي هو من سني ممكن يعرفها مش عارف ايه موالح يا كابتن محمود صالح ممكن هو نفسه ما يعرفهاش كابتن محمود صالح كنا زمان واحنا صغيرين يعني لو شفناه مش موجود في الدفاع نبقى زعلانين جدا ان هو رجل في جندي مجهول بيبقى في نص الملعب في جندي مجهول في الخط الخلفي تعالى طب نشوف التقرير عن نجم اهلاوي كبير الكابتن محمود صالح نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول مع النجم عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكابتن محمود صالح صخرة الدفاع الاهلاوية او مسمار خط الظهر في فريق المارد الاحمر خلال حقبة الثمانينيات
ولد النجم الأهلاوي في 16 أغسطس عام 1960. انضم للنادي الأهلي وتدرج في جميع فرق الناشئين والشباب حتى تم تصعيده للفريق الأول وهو لم يتجاوز 20 عام. يتميز محمود صالح بالخلق العالي والالتزام التام سواء داخل الملعب أو خارجه. ومنذ تصعيده من الشباب للفريق الأول عام 81 وحتى اعتزاله عام 92 ظل محتفظا بمكانه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر. نال ثقة كل الأجهزة الفنية التي تولت قيادة فريق الأهلي وأيضا الجماهير الأهلاوية التي رأت فيه امتدادا طبيعيا لمدافع القلعة الحمراء أمثال وزير الدفاع حسن حمدي، المدافع الهمام ماهر همام، الهادئ والواثق مصطفى يونس. حصد محمود صالح العديد من البطولات مع المارد الأحمر حيث فاز معه بخمس بطولات للدوري العام وستة ألقاب لكأس مصر وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا وثلاثة لكأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الأفرو أسيوية مرة واحدة. انضم محمود صالح لقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الأهلي مع هادي خشبة وأسامة عرابي وحسام عاشور. قبل اعتزاله مباشرة جاءته عدة عروض من أندية مشاركة في الدوري المصري إلا أنه رفض أن يلعب لأي ناد آخر غير الأهلي. بعد الاعتزال اختار محمود صالح الاتجاه للتدريب حيث قام بتدريب عدة أندية في الدوري الممتاز كمدرب عام مثل بتروجيت وإمبي. أيضا كان له دور كبير في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حيث تولى منصب نائب مدير قطاع الناشئين في الموسم الماضي ومن قبلها تولى الإشراف على مدرسة الكرة بالنادي. فكل التوفيق للنجم الأهلاوي الكبير محمود صالح الذي سيبقى واحدا من نجوم القلعة الحمراء. نجم كبير ونجم مهذب جدا ايضا يليق بالنادي الاهلي الكابتن كبير الكابتن محمود صالح. انا مش ناسي ان احنا بدانا كلامنا بباتريس كالدرون نتكلم عليه بس بعد ما نتكلم على مشكلة. محمود صالح لا وانت والله الماتشات اللي انت جبتها لي دي بتفرجني بايام في الثمانينات والماتشات اللي كانت بتذاع بالليل، الماتشات اللي بتبقى في رمضان، ماتشات افريقيا والخطيب وطاهر ابو زيد وكنا كانت سهره يعني كانوا يخيرونا بالحاجات كتيره جدا. وماتش الماتشات اللي زي دي كنا نختار الماتشات اللي زي دي، يعني الماتشات اللي زي دي كانت بتخلينا نتلم كلنا طبعا من الصعيد وتلم كلنا، والصعيد انت عارف معظمه يا اهلي يا زمالك طبعا مفيش حاجه تاني. الاهلي يروح هناك يشجعوا الاهلي مع الفرق اللي ضدهم حبا في الاهلي وحبا في الزمالك. بس محمود صالح من الجيل اللي ساهم اسهام كبير جدا في صناعه اسم الاهلي في افريقيا واسم الاهلي في محافل كبيره جدا، من المدافعين اللي كانوا عارفين واجبات مراكزهم، وده من النادر تلاقيه في لاعب كرة في جيله وفي عصره. عشان كده تلاقيه في كل المباريات، يعني لو رجعت للتشكيلات بتاعت النادي الاهلي في افريقيا هتلاقيه من اكتر اللعيبه اللي لعبت مع النادي الاهلي في افريقيا. هو ليه بصمات قليله جدا، كان جايب هدف على ما اتذكر، هدف شاطه كده من بعيد، كان هدف مش عارف في فرقتين لا اتذكر، اهدافه كانت قليله جدا وكان ملتزم دفاعيا بطريقه جميله جدا يعني بصراحه. كل المساكين اللي جنبه حتى يتقدموا، لكن هو كان دايما بياخد راس الحربه اللي بيكون متواجد أكيد مع الفريق المنافس. تعالوا نشوف اراء الجماهير في الكابتن محمود صالح ونرجع لحضراتكم. كابتن محمود صالح من اللعيبه المميزه في الاهلي التاريخ، خصوصا ان هو كان جه في الجيل الذهبي للاهلي في عز مجده يعني، فكان من احسن الباكات اللي موجوده في مصر ولعب في منتخب مصر والنادي الاهلي، وكان مشرف جدا للكوره في الاثنين. الناس العظماء اللي هو زي حمدي راضي ومحمود صالح زي ما حضرتك بتقول، دول ناس ما نقدرش ننساهم ابدا لغايه ما الموت. فيعني لا اللسان يعجز عن 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 الموضوع ده، لازم يكون في تقدير لهم سواء في حياتهم ان شاء الله او بعد عمر طويل
لان دولت ما نقدرش ننسى جماهيره مع النادي الاهلي ابدا ابدا ابدا. كان لاعب مميز وبعدين دارس، الراجل وصل لدرجات عاليه من الدراسه، وف مكسب لخبرته والاسلوب لعبه اللي كان موجود، وكان اسلوب لعب عالي وهادي، كان طبعا نجم من نجوم الدفاع، وكان مساك ممتاز والواحد كان بيطمن لوجوده يعني. كان مساك في ديفنس النادي الاهلي، بس كان مساك جامد شويه، فاي حد كان بيلعب مع عليه كابتن محمود صالح لاما كانه مش موجود في الملعب، لاما بيتنرفز على الكابتن محمود صالح ويبقى مش كوره بقى. فده اللي انا فاكره على الكابتن محمود صالح، غير انه ما كانش منه مشاكل ابدا، ما كانش بيعمل مشاكل خالص. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان النجم الاهلاوي، زي ما احنا معودين حضراتكم كل يوم في الاهلي في كل مكان بيبقى لينا كده نبذه مختصره عن نجم اهلاوي كبير. النجم الاهلاوي الكبير النهارده كان الكابتن محمود صالح، نجم الاهلي ومساك الاهلي الحديدي والملتزم جدا، زي ما قال الاستاذ عبد المنعم ان هو كان نجم ملتزم، عشان كده اهدافه كانت قليله قوي. نرجع بقى لبدايه الحديث مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير، وكان بدا الحديث عن باتريس كالتيرون، وقلت ان هو راجل انت شايف فيه مميزات كتير قوي، وكمان انت رديت على سؤال ان انت شفت الكلام ده بدري ازاي. شفت الكلام لو عن المباراه نفسها، بص كده على وقفته في المباراه عامل ازاي، مركز تركيز كبير جدا، وشايف تحركات لعبته، وشايفهم بينفذوا الخطه زي ما هو عاملها ولا في مشاكل. اللعيبه تحس انها عارفه ان في مدير فني واعي، ومدير فني عارف دور كل لاعب، مدير فني شايف كل اللعيبه بتعمل ايه. وده يعني انا حبيت كارتيرون من ايام ما كان في دجله، يعني انا طبعا متابعه من لما كان في مازيمبي ومسك مالي، مسك انديه ثانيه، لكن انا عشان قربت منه، ما قربتش منه شخصيا، ولكن قربت من فكره وقربت من لعيبه، حكيت لي عنه حاجات مش موجودة كتيرة في مديرين فنيين. يعني هو مدير فني داخل الملعب صارم جدا، دي حقيقة. خارج الملعب صديقك، دي حقيقة. صاحبك، يحبك، أقول لك على حاجة، مفيش لاعب في النادي الأهلي هيكون عنده مشكلة مع كارتيرون. أنا أقول لك، ولو عنده مشكلة، ما أنا أقول لك بقى، أقول لك أنا لو في لعيب عنده مشكلة وحس إن هو مثلا أنا يعني اللي أنا عرفته إنه إمبارح كان اللاعب التونسي كان علي معلول كان غايب. النهارده اللي انا عرفته ان هو اول حاجه عملها فيك ايه؟ يعرف اللعيب عنده ايه. هو اصل المدير الفني، خلي بالك، مش مدير فني داخل الملعب فقط، بالزبط. المدير الفني الناجح اللي يقدر ان هو يقرب من لعيبته، بس في مسافه معينه، يبقى في مسافه ايه؟ مسافه انك انت مدرب وانا كلام محترم. ده الشغل اللي هو يقدر يعمله المدير الفني اللي ينجح محترم جدا. مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بمجلس الإدارة بتاعه، مش عشان أنا في قناة النادي الأهلي، لكن معروف أن النادي الأهلي دايما بيختار النماذج الأخلاقية اللي تتواءم مع فكر اللي ماسكينه، وكارتيرون من هذه النوعية. احنا زمان كنا نشوف لعيب مثلا لعيب محترم ولعيب مكسر الدنيا في أرض الملعب، لكن دماغه عندها بعد الهوى زي ما بيقولوا. جميل. شكرا، مش عايزينه. جميل. عايزين لاعب ينسجم مع فكر النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي اللي تعودنا دايما عليها في اختياراته للمدير الفني واختياراته للعيبه. انا شايف ان كارتيرون صادف هوى في مع جماهير النادي الاهلي، وصادف هوى مع الاداره ومن المديرين الفنيين اللي هيعملوا. وكمان في حاجه حلوه جدا، 47 سنه، يعني مدير فني يعني قدي وقدك كده، يقدر ايه لو نجح في السنه الاولانيه. انت لسه صغير. لا لا، انا قد في السن بقى وقد انا بصراحه يعني. فمدير فني قادر ان هو يعمل تاريخ مع النادي الاهلي، ان الاهلي كمان بيتطلع دايما الى كتابه التاريخ من خلال ياما صنع مديرين فنيين، وياما صنع تاريخ لمديرين فنيين عندهم تاريخ. يعني مش شرط ان انا يجيني مدير فني لازم مغمور عشان خاطر ينجح معايا، بالظبط. ممكن يجيني مدير فني عنده تاريخ وعنده
نهم انه يكمل اسمه ويزود اسمه ويعمل تاريخ تاني مع النادي الاهلي، لان التاريخ مع النادي الاهلي خلي بالك يختلف عن اي تاريخ مع اي نادي اخر، ودي شيء مقدس وعلامه جوده في النادي الاهلي. دي حقيقة. نتكلم عن كارتيرون، يعني اتكلمنا عنه بصفات شخصيه، انا مش عايز اقول لك ان في أكد دجله، اكد لك على حاجه بقى النهارده، اكد على كلامك، اكد على كلامك ونرجع اللي هو في دجله. النهارده كان معايا محمد سعيد بيحكي لي على التمرين واللي حصل فيه، قال لي ان سلام بعد كارتيرون. ايوه قبل ما تقول ايوه هو دي. انا برضه خلي بالك الكلام ده اللاعب المصري بيحتاجه، اللاعب المصري محتاج، وده اللي خلينا نقول اللاعب المصري عاطفي شويه، بيحتاج ان هو ايه يتعامل معامله شويه فيها ايه، فيها نفسيه، فيها ابويه، فيها ناحيه اسريه، لان خلي بالك انت لو تعاملت مع اللاعب المصري كمحترف وهو ليج الساعه 9 يمشي مش هيديك حاجه، انما هو محترف في الفلوس بس، انما يجي عند الاحتراف وقص الاحتراف والالتزام لا مش محترف. فاحنا احتراف عندنا احتراف جزئي او احتراف على حسب الهوى، مع الاسف الشديد ده لعيبه مصر كلهم لا في لعيبه ملتزم، انا يعني يعني نستثني جزء، ما انا بقول لك خلاص معظم لعيبه أيوة مصر. طب في حاجه مهمه جدا، خلينا نقول ان اللعيبه في الدوري المحلي لذلك بتشوف اللاعب مختلف تماما عندما يحترف بره. شفت محمد صلاح بقى عامل ازاي، شفت تريزيجيه بقى عامل ازاي، شفت لعيبه كتيره لما بتخرج من مصر بتعيش الاحتراف، مش بتعيش الاغتراف، الاغتراف اللي هو هنا بتاخد ما بتديش المعنى الحقيقي للاحتراف مع الاسف الشديد. لو رجعت الكارتيرون، كارتيرون كل ما يمسك فرقه بتلاقي الفوز عنده نسبه اكبر من التعادل ومن الخساره. مدير فني من المديرين الفنيين اللي بيشتغلوا بقصه ان كل مباراه ليها قصتها وليها هدفها، وبيستطيع انه يتعامل مع اي مباراه حتى لو مباراه صغيره جدا، حتى لو المنافس ليس بالدرجه يعني درجه المنافسه المطلوبه، ولكن بيدي انطباع للعيبه انك انت هتلاعب فرقه كبيره، هتلاعب فرقه محترمه، فرقه بتنافس، فرقه بتؤدي. لذلك انت شفت ان لعيبه النادي الاهلي عندهم جديه وعندهم صرامه وعندهم طبعا هم في بدايه موسم مش الاداء الكامل، ولكن ده يطمن جمهور الاهلي على ان الاهلي هيعمل موسم كويس جدا. في تحديات بالنسبه للنادي الاهلي، تحديات اللعيبه عندها يعني زي ما قلت لك يعني اسباب شخصيه تجعلهم يعملوا موسم كويس مع مدير فني انا ازعم انه سيكتب اسم تاني خالص ليه مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكيد موفر له كل الاجواء السليمه والمحترمه. و في ميزه ان هو كمان كارتيرون بيشتغل مع الجهاز الفني المعاون باحترام شديد لكل واحد في الجهاز الفني له دور، يعني مش مجرد اسماء موجوده جنب على الدكه ملهاش لازمه، من اول عامل غرفه خلع الملابس وحتى المدرب العام معاه، حاجه صحيه وحاجه ده حاجه طرفية. جميله جدا، وراجل بيعرف يهزر امتى وعارف يضحك امتى، يعني راجل ايه، راجل فعلا كل الكلام اللي قلناه عنه يستحقه وسيثبته عمليا ان شاء الله. ان شاء الله. انا دايما بقول ان عايز تعرف شخصيه المدرب شوف لعيبته في الملعب، لو اللعيبه عندها زي ما الاستاذ عبد المنعم بيقول كده عندها شخصيه وعندها صرامه وعندها جديه في الاداء هتعرف ان دي شخصيه مدربهم، هتلاقي لعيبه متنشنه وهتلاقي لعيبه مش عارفين هم بيعملوا ايه، وهتلاقي دي شخصيه برده مدربهم، هتلاقي لعيبه عندها هدوء وعارفين برده بساط كتير هتلاقي برده دي شخصيه المدرب، فشخصيه المدرب بتظهر في اللعيبه. زائد برده اكد على كلامك كان مانويل جوزيه في الشخصيه دي اللي هو انا الشغل طبعا شغل. لازم انت مانويل جوزيه تجيب لا والله لا والله لا انا بدعوك برضه كانش انا رحت قلت له عايز امشي في حاجه اقول لك على ما انت قلت لها القصه دي في حاجه لازم نقولها للناس برضو، ان المدير الفني المقنع يقنع بتاريخه، يقنع بنتائجه، يعني خلي بالك لعيبه النادي الاهلي عارفين مين كارتيرون، عارفين مين هو كارتيرون، عمل غلب النادي الاهلي في الدوري المصري واتغلب منه في الدور الثاني وفاز وتعادل مع الزمالك، عمل نتائج بقول لحضرتك نتائج رائعه جدا ولعب نهائي كاس عالم للانديه ولعب لا يعني انا شايف عنده سيره ذاتيه، عنده سيره ذاتيه وده يخلي اللعيبه يعني تحاول الاستفاده من قيمة وحجم مثل هذا المدير الفني. أكيد أكيد. كنت دايما أو خلينا في مستر مانويل أكمل لك القصة، هو راجل بشغله ما بيهزرش، ده الأيقونة بتاعت النادي الأهلي ما بيهزرش، الذي يضاف إلى أيقونات النادي الأهلي اللي جميل. اللي هيديكوتي مانويل جوزيه طبعا أكيد في مديرين فنيين طبعا في مراحل سابقة
بس الاثنين مش بنفس دول الاجانب لسه هنشوف مين الثالث اللي هيبقى وسطه يبقى معاه يا رب. وبره بره الملعب بقى بتلاقي شخصيه ثانيه طبعا مختلف تمام بيهزر بيلعب مش عارف ايه بالظبط كده. ففعلا دي شخصيه ناجحه. وزي ما انت قلت اللاعب المصري يا صاحبي منها في مشكله كبيره جدا وما بيعرفش يفرق. بس علشان كده علشان كده المدير الفني الاجنبي لمنتخب مصر انت كده وصلتين نقطه مهمه جدا. مدير الفني لمنتخب مصر بيقدر يشتغل جوه الملعب ومدام موجود واحد معاه مدير فني او مساعد وطني هو اللي يقدر يقوم بالدور ده خارج الملعب. فده يعني يتعمل ميكس كويس. نجيب مدير فني بس كبير مدير فني مدير فني ايوه بس ونجيب مدرب مساعد لاسمه لثقله ولوزنه بالزبط. مدير فني مقنع للاهلي وللزمالك وبركز على كلمه مقنع للاهلي والزمالك عشان ما يحصلش اللي حصل الفتره اللي فاتت لما طبعا شفنا اسامه نبيه كان الازمات اللي حصلت معاه. وطبعا لو حصلت ازمه مع النادي الاهلي يبقى السبب فيها اسامه نبيه لو تم اختيار فلان يبقى. فمش عايزين المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا. انت وصلت كاس عالم وعملت نتائج فيها يعني انا من الناس اللي قالت لو كنت ما وصلتش كاس عالم كان افضل بالنسبه لي ان انا كنت اوصل بالصوره البهته دي. والحاجات اللي حصلت ما بين المباريات نفسها اللي هو الكلام اللي طبعا اللي انا اتطرق ليه لان بصراحه انا بشمئز وبتعب نفسيا لما بسمع الكلام اللي صار الحاجات اللي حصلت والمشكلات اللي حصلت والهرج والمرج اللي حصل. يسال عنها في المقام الاول والاخير المدير الفني. انا كنت هنا في قناه النادي الاهلي وقلت على فكره ان سافرت مع المدير سافرت مع منتخب مصر قبل كده واللي كان حصل مع في روسيا حصل في اماكن ثانيه بس بصوره مختلفه تماما. مع الاسف كوبر بيسمع كلام في حاجات معينه ولكن هو ممكن بتوسع منه شويه ووسعت جامد جدا في روسيا وده مع الاسف الشديد. انا رايي فيه كله سلبي فانا مش عايز ما انا قلت لك احنا اتكلمنا في القصه دي لكن في النهايه هو يحسب له انه استطاع ان يتحمل مسؤوليه في وقت صعب وعمل نتائج كويسه جدا. انت عايز توصل لحاجه اقول لك عليها؟ قول. الناس كلها ممكن مش واخده بالها منها. ما هو معظم المنتخب اللي كان مع كوبر كان مع برادلي. لو بصيت لاسماء موجوده مع كل مين اللي ما كانش مع برادلي في اللعيبه دي؟ يعني هو لما اكتشف جديدا في اللاعبين هو بس برادلي كان بياخد احمد تمساح وكان بياخد احمد عيد عبد الملك. هم العناصر اللي اضافهم دول. بقيه العناصر كانت كلها موجوده. انا سافرت معاهم موزمبيق نفس العناصر دي لعبت الماتش بتاع 1-0 وبعد كده خدنا 6-1 من اللي هو 6-1 من غانا نفس العناصر مع بخروج طبعا ابو تريكه واحمد ووائل جمعه. يعني حوالي 7-8 عناصر من العناصر الاساسيه الموجوده في المنتخب مع كوبر كانت موجوده مع برادلي. بس ابو تريكه ووائل جمعه دول حاجتين جامدين جدا. طبعا انا باجي على الجرح دايما معاك بتيجي على الجرح. يعني ابو تريكه ووائل جمعه تخيل ابو تريكه ووائل جمعه طبعا يعني العناصر مش عارف 8 لعيبه مع الاسف الشديد دول يعني التاريخ ظلمهم شويه ان هم ما وصلوش لكاس العالم وكان يستحقان الوصول لكاس العالم حتى من الناحيه الشرفيه. انا يعني احنا لو ينفع ان احنا نحطهم في تاريخ الوصول لكاس العالم التاريخ اللعيبه اللي تستحق بصراحه يتحطوا في المكانه دي لانه فعلا اسعدوا الكره المصريه واسعدوا جماهير النادي الاهلي وهما يستحقان كل خير. اكيد اكيد. شفت تاونشيب ازاي؟ فرقة مش يعني ممكن تكون فرقة كويسة معقولة لكن النادي الأهلي فرض أسلوبه. الأهلي من بداية المباراة كنت خلي بالك كسبوا مين؟ بغض النظر بغض النظر يا كابتن أنت بتلعب النادي الأهلي بطل النادي الأهلي اسم النادي الأهلي اسم كبير. تاونشيب فريق كويس وفريق عامل نتائج كويسة بس انت في الاخر انت بتلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بعرقته بقيمته اسمه الكبير اكيد بيخصم من نفسيا. خلي بالك انت بتلعب لما تيجي بتلعب النادي الاهلي. خلي بالك الفرقة اللي بتتجرع على النادي الاهلي فرقة بتنسى تاريخ النادي الاهلي وما بتبصش لتاريخ النادي الاهلي. نكتب الفرقة عشان ما انساهمش. اتفضل. كامبالا سيتي كسب وتاون شيب كسب كامبالا سيتي اللي كسب النادي الاهلي. طيب ما فيش اي مشكله. إيه يعني مشكلة؟ انا فرقه لما تيجي تبص لها فرقه برضو هقول لك على حاجه. انت عايز انا في قناه النادي الاهلي اهوت الاهلي في ان شاء الله في النهائي
ان شاء الله يا رب. بما شفته مع كارترون، مش عايز اقول ان المباراه كانت مباراه من تاخد العلامه الكامله، اللي هي تاخد علامه اطمئنانيه ان النادي الاهلي عاد مع هذا المدير الفني. دي كفايه يا رب. انا شايف دي بصراحه، وشايف ان الماتش الاهلي جاي كمان هيعملوا ماتش كويس جدا، واحتمال ان شاء الله يكسب هناك، وزي ما قلت لك هيصعد ان شاء الله لدور الثمانيه، وهيعمل بقى الحلقه دي تسجلها وتبقى موجوده معاك، وعارف ان الاهلي يستحق. الاهلي دايما دايما، انت عن نفسك لما كنت بتلعب كنت عارف ان حتى لو في الرمق الاخير، حتى لو عندك مباراه يعني ممكن الامال فيها بنسبه 10%، انت بتاخدها بنسبه 10%، وده حاجه موجوده في النادي الاهلي وموجوده في لعيبه النادي الاهلي، وده اللي يخلي الاهلي مختلف عن غيره من الانديه، سواء كلعيبه او كنادي. دي حقيقه. الاهلي عنده الثانيه بسنه، يعني طول ما انت متاخر أكيد. ما الثانيه التاريخ بسنه، لا يجزم ولا يتجمل، والماتشات كلها وعماد متعب والهدف الاخيره وابو تريكه والصفاقيسي والاهداف دي كلها اللي بالزبط. صنعت تاريخ للنادي الاهلي، اللحظات الاخيره زائد 90 دي حاجه يعني معروفه، تقارير عالميه ووسائل اعلام عالميه عارفين النادي الاهلي ان هو يحقق في اللحظات الاخيره اللي ما يقدرش ممكن او لا يوفق في عمله في 90 دقيقه. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني انت المباراه الجايه متفائل بيها؟ متفائل بيها، لان بص انا بصراحه يعني انا الراجل ده بحبه بصراحه. يعني هتقول لي ليه؟ انا قلت لك اسبابي. سألت يعني عاشرت لعيبة كلمتهم عنه، بيقولوا لا مدير فني ممتاز، مدير فني محترم، يستطيع زي ما قلت لك مش هنعيد الكلام تاني، مدير فني يتعامل مع اللعيبة داخل الملعب وخارج الملعب، وده شيء كويس جدا بالنسبة لمدير فني أجنبي. الصرامة مطلوبة، ولكن في أرض الملعب فقط. يعني أنت لما تشتغل في شغلك تكون صارم في شغلك، أنك ده معناه إيه؟ أنك عايز تؤدي شغلك على أكمل ما يكون. خارج الملعب ده حاجة تانية خالص. بس برضو بأكد أن المدير الفني واللاعب لابد أن يكون هناك خط أحمر، والاحترام لازم. أنت لاعب لاعب، اللاعب لاعب، والمدير الفني مدير، ولازم يعني على اللاعب جزء كبير قوي من فهم أكيد. هذا الموضوع أكيد. أن أنا أفهم أن المدير الفني بيحبني ما هو ده بقى درجة الاحترافية كابتن، إن إحنا نوصل لها. احنا مشكلتنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا في مصر لغايه دلوقتي، يعني خلي بال حضرتك الارتفاع الجنوني اللي اتكلمت فيه مع الكابتن خالد لطيف في اسعار اللعيبه. مش عايز اقول لك ان في لعيب من اللعيبه عمل احتفاليه لانه خد مبلغ كبير جدا من نادي انضم له، عمل احتفاليه كبيره جدا عمل حفله لزملائه على حسابه لان هو واخد الرقم الكبير ده. رقم هيعمل ازمه كبيره، لانك في النهايه لازم تقنن. لا، في دول بتقنن اسعار اللاعبين، لانك في النهايه خلي بالك انت بتدفع بالعمله الصعبه باقتصاد بلد، ده انت داخل في اقتصاد. خلي بالك انت لما اللعيبه دي كلها تاخد المبالغ دي، مبالغ لعيبه جايه من بره تاخد المبالغ دي، ده عمله صعبه واقتصاد بلدك. لما يجي تباع هيتباع بكام؟ يعني ولما انت جايبه ليه؟ ده اغلى من لعيب الدوري الانجليزي. وايه كراماته؟ يعني لعيب في الدوري المصري اغلى من لعيب السنه اللي فاتت كان سعره. لو مشكلتنا كمان ان احنا لما بنيجي بالتفاوض في مصر يا كابتن، في اسعار لعيبه موجوده في المواقع الاجنبيه، في ترانسفير ماركت موقع الماني، في بيحدد لك سعر اللعيبه على حسب كم مباراه لعبها، كم انذار خده، درجه التزامه ودرجه عطائه ودرجه حاجات كتيره. مع الاسف الشديد احنا مدير فني مثلا او لعيب او بلاش رئيس نادي انا عايز فيه 7 مليون، طب كرامته ايه؟ عمل ايه؟ انا مثلا يستفزني الكلام ده، بيستفزني بدخل على ترانسفير ماركت مثلا الاقي لعيب مثلا مطلوب في النادي، مثلا الاهلي طالبه مثلا، مش هقول اسماء، تلاقي سعره مثلا طالبه فيه 25 مليون جنيه. طب هقول لك على حاجه، سموح طالب عامر من انتاج الحربي، عارف الانتاج الحربي طالب كام؟ 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه في حارس ما خلاص بقى، الاحترام الكامل لعامر حارس ممتاز ورائع وجيد. طب ايه اللي عمله؟ هل عامر ساهم في انه الانتاج الحربي يوصل مثلا المربع الذهبي؟ في هل كان حارسا اساسيا في منتخب مصر؟ انا مع الاحترام الكامل عشان عامر ما بيزعلش مني، عامر صديق شخصي، بس انا بتكلم في جزئيه ان انك انت مبالغه لعيب كل كراماته في الدوري المصري انه عمل 3 اسيست وجاب 4 تجوان مع فرقته كان بتصارع الوسط والانبي محمد مجدي قفشه. مع الاحترام راح منتخب مصر فشل ذريع مع منتخب مصر في التجارب اللي خد 25 مليون جنيه ليه؟
هنتكلم كلام كتير. لو قلت كلام ليه كتير كلام صعب. لازم احنا نقنن هذه المساله. لازم يبقى عندنا هذا التقنين لان احنا ما نضرش. لان خلي بالك في نادي انديه تستطيع ان تدفع وانديه لا تستطيع ان تدفع. فبالتالي الانديه التي تدفع ستجلب كل اللاعبين من يبقى هتشوف مراكز قوة. هيبقى في 3 4 انديه فقط وبقيه الانديه كومبارس. احنا في الدوري المصري شوف الدوري السعودي عامل ازاي, شوف الدوري الدوريات الاجنبيه كم قطب بيتنافس على البطوله. مع الاسف لازم تقنين, لازم تدخل, لان في النهايه اسعار مبالغ فيها وبصوره غير طبيعيه يا كابتن. بالظبط. انت عارف لو 5 مليون وادوا له 7 اهي شغاله. بقول لك على حاجه والكلام على مستوى الشخصي, ما فيش لاعب في مصر يستحق اكتر من 2 مليون جنيه. الكلام هذا الكلام على مسؤوليه اللي حاسبني حاسبنا انا. هنقفل بكده. اقفل ب 2 مليون. هنقفل الحلقه خالص. اقفل الحلقه. نورت وشرفت حبيبي يا كابتن, ربنا يخليك يا كابتن. بجد استمتعت بيك. الله يخليك وانا استمتعت بيك والله يا رب. انا بحب اناقشك كده. لا ولا يهمك, ناقش براحتك. وكانت حلقه جميله ومميزه. ربنا يخليك. عبد المنعم من فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي, شكرا جدا ليك ونورت وشرفت. دي كانت اخر فقره في برنامجنا الاهلي في كل مكان. اتمنى ان احنا نكون استحوذنا على رضاكم كمشاهدين لهذه القناه الكبيره وهذا النادي العريق. دايما بتنوروني وبتشرفوني. تصبحوا على الف خير.